اضرب رمضان بالله ليه؟ اضرب رمضان بالله ايه اللي قبل رمضان؟ خلاص قبل رمضان طيب. في رمضان انتوا المراجعه هنخليها بعد رمضان ولا في بعد رمضان؟ بعد العيد بس منضغط كده هناخد فترات كبيره. في الاسلام ازيك يا اسطى؟ الحصه اللي فاتت سبعة بدري قوي. ما هو انتوا بكره عندكم كليه الناس اللي راح طبعا ما عندهمش كليه بكره. نعم الناس لسه مخلصين جراحه بكره. لا يعني ممكن بكره نخليها 9. لا 9 لا 10 زكي 9 لا 9 حلوه جميل. 10 زكي يا عم عندي 10 زكي عندي 10 زكي 9 لا 10 زكي عندي 10 زكي 2 اتلغت اتنين اتلغت بكره بكره اتلغت يا جدعان ايه اللي اتلغى؟ بكره الساعه 7 خلاص خلاص 7 تعال خلاص كده يا دكتور المواد اتلغت. سبعة مشكلة هنيجي بكرة سبعة خلاص يا جماعة بقى صوت دكاترة ازيك يا جماعة تحضر انت كل يعني فين وفين كده. بصوا بقى يا جماعة هنبدأ النهاردة يلا عربي اقعد بقى عربي عربي ليه؟ عربي ولا عربي؟ احمد عرابي احمد عرابي بكره الساعه 7 عربي اسمه ثوره ايوه احمد عرابي كده. بصوا بقى يا جماعه هنبدا نتكلم نبدا نتكلم النهارده عن نكمل بورتال هايبرتنشن. طبعا البورتال هايبرتنشن قبل البورتال هايبرتنشن الحصه اللي فاتت كنا خدنا موضوع مهم جدا 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 اللي هو الاكيوت ليفر سيل فيلير صح. وقلنا في الاكيوت ليفر سيل فيلير الاسباب كانوا 6 اسباب فاكرينهم ولا مش فاكرينهم؟ فاكرينهم وباين على عينيكم ان انتوا فاكرينهم كويس جدا. وجينا بعد كده قلنا الكلينيكال بيكتشر وقلنا الكومبليكيشنز كمان. اللي فاكرين الكومبليكيشنز بتاعت الايه يا جماعه؟ الاكيوت ليفر سيل فيلير. وحتى قلنا كمان الكينج كوليج سكور. فاكرين الكينج كوليج سكور اللي هو فاكرين بقى بتاعت الباراسيتامول واللي هي مش باراسيتامول. خدوا بالكم يا جماعه الكينج سكور موجود في كتاب الاسم كمان الجديد. فخدوا بالكم حاجه موجوده في الجديد وما اعتقدش ان هي موجوده في اي حته ثانيه. فوارد جدا ان هي تيجي في الامتحان. وممكن كمان خليكم معايا يا دكاتره يا دكاتره عشان ننجز يا فتاح بصوا لي كده بس وخليكم معايا. فخدوا بالكم ان هي كمان الكينج سكور ممكن تيجي في الحاله. تيجي في الحاله ازاي بقى؟ يقول لك واحده ست مثلا في محاوله انتحار اخذت مثلا خدت باراسيتامول انت واخد بالك؟ خدت 50 قرص باراسيتامول واضح ولا مش واضح؟ وبعدين يقول لك في الاخر سؤال خبيث جدا يقول لك ايه هو الديفينيت تريتمنت؟ يعني هل او يقول لك مباشره هل هنا الست دي لازم تعمل ليفر ترانسبلانت او من الاحسن ان هي تعمل ليفر ترانسبلانت ولا مش مهم؟ ان انا بقول طبعا تلاقي طالب قاعد اللي هو ما فيش بقى كينج سكور في دماغه والله متهيألي الليفر ترانسبلانت هيبقى زي العسل على قلبه هيبقى كويس او واحد تاني يقول لا والله الليفر ترانسبلانت نرجع ليه في الاخر. هو ما بيسال السؤال ده اكوردنج للكينج سكور هل في كينج سكور ولا لا. وانتوا عارفين طبعا الكينج سكور اللي هم البي اتش والثلاث حاجات اللي كانوا معاه فاكرينهم يا جماعه الثلاث حاجات باين برضو على عينيكم ان انتوا حافظينهم كويس قوي. المهم هنبدا نتكلم عن النهارده ايوه فاكر ما احنا قلنا 3 4 5 6 فاكر المهم يعني ما انا ماشي وصيله او حد يقول لي بره بصوا بقى يا جماعه لا الدنيا حر يا جدعان هنبدا نتكلم عن يصلحوه من اللجنه خلاص محروق والله يعني احنا هنقعد في الحر ده لا الدنيا حر هنروح كمان لا لا والله
لا الجو فعلا حر جدا. لا انا حراني يعني. طيب طب ما نقلب القعده ادي انا ورا وانتوا تبصوا لي كده. انا موافق شويه ممكن اعمل كده. طب اعطوني منديل بقى. ممكن انت اول ما قلت على حته الكار انا فرح حسيت ان انا اه والله اول ما قلت والله يعني انا كنت عارف زي بالظبط لما بفتكر ان رمضان كمان شهر بحس ان انا عطشت وانا واقف والله كده بفتكر ان انا شاطر جدا هايبر تنشن لما بتروح عليا. بس ما هي بصوا بقى يا جماعه هنبدا بقى نتكلم عن البورتال هايبر تنشن. قلنا فيه عناوين محدده جدا ديفينيشن في الاول وبعد الديفينيشن قلنا الاسباب وقلنا ان السبب الرئيسي هو الليفر سيروزس لكن قسمناها سوبرا هيباتيك وهيباتيك وانفرا هيباتيك وقلنا الباسوجينيزيس بتاع البورتال هايبر تنشن. رسمنا رسمه عظيمه جدا تلخص كل الحكايه او كل الحدوته. قلنا ايه ده يا جماعه ده الليفر اهو وايه ده البورتال فين اللي هو نتاج اتحاد ايه مع ايه مين فاكر الاثنين اس اللي هو السبلين وايه كمان يا جماعه سوبيريور ميزنتري وايه ده الانفيرو فينا كيفا وخارج من الليفر ايه عشان يصب فيه الهيباتيك فين. قلنا كل الحدوته ان في هنا بورتال هايبرتنشن وما دام في بورتال هايبرتنشن يبقى هيحصل كام حاجه ثلاث حاجات بدايه كده قلناهم الحصه اللي فاتت. قلنا هنا السكه مقفوله بالضبه والمفتاح فالدم يجي يجري من السبلين عشان يدخل هنا الى السكه مقفوله فيستنى زي ما هو فيعمل لك سبلينيك كونجيشن او كونجيشن في السبلين ويجي الدم يجري من الانتستين من السوبيريور ميزنتري يجري 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 يلاقي السكه هنا مقفوله يقوم يستنى في الانتستين يعمل كونجيشن. فين يا جماعه؟ في الانتستين. ده احنا سايبين ايدينا خالص في حاجتين طلعناهم اهم. والسكه هنا لما تبقى الشارع الرئيسي مقفول بالضبه والمفتاح وزحمه جدا تقوم تضطر تمشي فين بقى؟ في الشوارع الجانبيه لان انت عايز توصل فين؟ التارجت بتاعك ايه يا جماعه؟ التارجت بتاعك انك توصل للقلب بس المفروض السكه الشرعيه ايه او بلاش شرعيه قلنا بلاش شرعيه دي الكلمه دي بتضايق منها. السكه اللي هي المفروض يمشي فيها اللي هي ايه يا جماعه الدم يروح في الليفر ينضف الاول وبعدين ياخد بعضه على الانفيريور فينا كيفا ويدخل القلب. لكن هنا هينضف ازاي ده السكه مقفوله بالضبه والمفتاح وانت التارجت بتاعك توصل للقلب تقوم تضطر تمشي فين بقى في الشوارع الجانبيه اللي هي اوريدي موجوده في جسمنا. اوعى تكون فاكر ان هي بتفتح في الناس بس اللي عندهم بورتال هايبرتنشن هي موجوده عندنا كلنا. لكن قول لي يا شكري هو انت لما يبقى الطريق او الشارع الرئيسي سالك تروح تمشي في الحواري الجانبيه؟ لا ما يصحش ده بقى يبقى في حاجه غلط تاني خالص بقى. انما لما يبقى الشارع الرئيسي سالك احنا بنمشي فيه امتى نخرم ونمشي في الشوارع الجانبيه؟ لما يبقى الشارع الرئيسي ايه يا جماعه؟ واقف وكل اللي حصل ان الدم بدا يمشي في الشوارع الجانبيه بس من غير ما يعدي مين؟ وما دام من غير ما يعدي بالليفر كل اللي عايز اقوله وصل خلاص اللي هو ايه يا جماعه؟ ان الدم هيوصل من غير ما ايه يا جماعه؟ من غير ما ينضف يقوم يوصل لدماغك بعد كده ويعمل ايه؟ هيباتيك انكفالوباسي. معنى كده ان البورتال هايبرتنشن عمل ثلاث مصايب. المصيبه الاولى انه عمل كونجيشن فين؟ في السبلين. والمصيبه الثانيه كونجيشن فين؟ في الانتستين. والمصيبه الثالثه انه عمل هيباتيك ايه يا جماعه؟ انكفالوباسي. وعشان كده قلنا كمان الحصه اللي فاتت الكلينيكال بيكتشر اللي هما كانوا كام حاجه؟ ست حاجات منهم ثلاثة هم من الكلام اللي انا قلته دلوقتي. ايه هما الثلاثة دول؟ اول حاجة كونجيشن في الاسبلين وقلنا على فكرة كونجيشن في الاسبلين يكبر الطحال لكن القضية مش قضية ان الطحال يكبر لان قلت لك ان مفيش علاقة بين السيفيريتي اوف المرض وحجم الاسبلين صح ولا غلط؟ انما القضية هنا هي الهايبرسبلينيزم. القضية مش قضية ان هو يكبر القضية قضية ان هو يتوحش صح ولا غلط؟ والسبب رقم واحد اللي بيعمل هايبرسبلينيزم از بورتال هايبرتنشن. وياما ناس عندهم بالهرزيزس يروحوا للدكتور الدكتور ما بيعملش الا حاجه واحده بس يشيل لهم ايه يا جماعه الطحال لان حصل بورتال هايبرتنشن ادى الى ايه هايبرزبلنس. من ثاني نقطه حصل كونجيشن في الانتستين ديسبيبسيا بقى وديستنشن والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ثالث حاجه هيباتيك انكفالوباسي بالست حاجات اللي انتوا عارفينهم اللي هم 2 اس و2 اي و2 دي اللي هم سات سات حزين حزين يعني. وبعد كده رقم أربعة مش هقول رقم أربعة لأن كلكم عارفين ده أنا قلت البورتال هايبرتنشن لوكاليزنج فاكتور يعمل إيه يا جماعة؟ أسايتس. وبالمناسبة الساك هنا أكبر من كام؟ واحد واحد من عشرة معايا ولا مش معايا بكل أسبابه بقى البورتال هايبرتنشن بكل أسبابه. وقلنا السؤال ده لازم يجي في الإم إس كيو معايا ولا مش معايا؟ يعني قولوا لي بقى البورتال هايبرتنشن بيبقى فيه أسايتس أكتر من واحد واحد من عشرة صح ولا غلط؟ صح. طب الباد كاري سندروم؟ صح لانه بيعمل بورتال هايبرتنشن. طب الليفر سيروزس؟ صح لانه برضه بيعمل بورتال هايبرتنشن. طب لما يجي يقول لك كونجست فارت فيلير؟ صح. يعني كل اسباب لان السؤال دايما يجي كده يقول لك كل دول اكتر من واحد واحد من عشره اكسبت ويجي يقول لك بقى باد كاري سندروم كونجست فارت فيلير ليفر سيروزس ويقوم حاطط لك مثلا اكيوت بريتونايتس او اكيوت بانكرياتايتس او اي ايتس او اي انفلاميشن بيبقى اقل من واحد واحد من عشره لان ده اكسوديت وانتوا فاهمين ليه. رقم اربعه الاسايت ساتر من 1.1 من 10. رقم خمسة ايه بقى رقم خمسة؟ مش قلنا السبب الرئيسي ليفر سيروزس
طب ما خلاص هنلاقي الليفر سيروتك يعني فيرمو شارب بوردر، ورقم 6 البورتو سيستميك شانس، وقلنا اماكن الشانس الحصه اللي فاتت، لكن وقفنا عند اهم حاجه تهمنا اللي هي ايه يا جماعه؟ اوسوفيجيال فيروسز، وانا اعتقد ان احنا وقفنا عند النقطه دي، بس انا فاكر قلت ان بي الحصه اللي فاتت ان البايلز بتحصل ولا ما بتحصلش، واكيد في الجراحه قالوا لكم الكلام ده، البايلز لا تحدث في البورتال هايبرتنشن، تحصل نظريا انما اكشوالي ما بتحصلش. معايا ولا مش معايا؟ وقلنا واتناقشنا في الموضوع ده. المهم يعني النهارده نبدا نتكلم عن الاوسوفيجيال فيروسز، اعتقد ما اتكلمناش عنه خالص الحصه اللي فاتت، بس انتوا عارفينه طبعا من الجراحه. مش معقول يا جماعه ده انتوا لسه مخلصين امتحان جراحه اهو، والراجل لسه لابس البدله اهو، وانت اتسالت فيها امبارح وجاوبت. انا انا ملاحظ حاجه يا براد رجل، ده مفيش موضوع بساله وانت اتسالت فيه يعني انت دايما المعلومه بتاخدها في الوقت الغلط، انا ملاحظ كده والله، دايما تيجي لك في الوقت الغلط. فالمهم يعني يقول لك ايه يا جماعه؟ الاوسوفيجيال فيروس طبعا خدتوا المعلومات دي في الجراحه. وهنا لا شكرا، طب حتى انت ازازه كامله مش كده. بصوا بقى يا جماعه الاوسوفيجيال فيروسز، اول حاجه بصوا بقى وخليكم معايا يا جماعه، الاوسوفيجيال فيروسز ايه السبب؟ واخدين بالكم الاول من السؤال ولا لا؟ ما هو السبب؟ السبب الذي او اللي بيعمل الاوسوفيجيال فيروس، السبب اللي هو السبب بورتال هايبرتنشن. انا كاتب هنا كلمه يا جماعه واكتبوها كده في الامتحان على فكره، I can say that the only cause of esophageal varices is a portal hypertension and no one can blame me. يعني محدش يقدر يلومني ولا يعاتبني لما اقول ان السبب الوحيد اللي بيعمل دوالي مريء is ايه يا جماعه؟ is portal hypertension. يعني لما تلاقي واحد عنده دوالي مريء مش تفكر بس بوكو من العلم الاصفر، لا انه ممكن يبقى عنده، استنى بقى تعالى اعمل لك اندوسكوب، الله ده انت عندك esophageal varices، خد عندك differential diagnosis، يا بورتال هايبرتنشن، يا مش عارف سوبيريو فينيكيفا اوبستراكشن، يا مش عارف جاستريك فيرسز، يا مش عارف ايه اللي يا ابني هو بورتال هايبرتنشن. يعني اي واحد عنده دوالي مريء انه سوف يكون عيان كبد. معايا ولا مش معايا؟ I can say that the only cause of esophageal varices is portal hypertension and no one can blame me. يعني محدش يقدر يلومني ولا يعاتبني. يعاتبني يعني ايه بقى بالانجليزي؟ عشان عايز ازودها المره الجايه. ليه؟ يلومني يعني يعاتبني. لا ما اكيد في برضه كده. هو احنا عندنا اللغه العربيه هي اللي فيها الحاجات دي. اللغات الاجنبيه ما فيهاش كلام. هو يلومني يعاتبني كده. انما يلومني ولا يعاتبني. فالمهم بص بقى. هو دكتور في واحد مصري كان مره بيقول لي I will take your mother's out you know. طلع دين امك انا فده كده اللي هو ايه؟ قال بليم مي، احنا اللي دخلنا في ده كده اللي هو ايه؟ بصوا يا جماعه فده اللي هو الاوسوفيجيال فيروس، السبب الرئيسي از بورتال هايبر تنشن. واضح ولا مش واضح؟ ندخل بقى بعد كده هذا العيان الحقير اللي عنده اوسوفيجيال فيروس هيشتكي من ايه بالظبط؟ هيشتكي برضه من كلمه واحده، ما هو يا جماعه مرض ما بيعملوش الا سبب واحد، يبقى اكيد يوم هيشتكي هيشتكي من كلمه واحده. سبحان الله اوسوفيجيال فيروس، سبحان الله. هي كلمه واحده upper ولا lower جي اي تي بليدنج؟ upper جي اي تي بليدنج، صح ولا غلط؟ ده امتى يحصل upper جي اي تي بليدنج بقى؟ لما ينزف. بس هل العيان اول ما يجيله دوالي مريء بينزف على طول؟ مين قال لك كده؟ على فكره تلتين العيانين بيعيشوا ويموتوا بالدوالي دي من غير ما ايه يا جماعه؟ من غير ما ترابشر. عشان كده يقول لك ان الكلينيكال بيكتشر اوف اسوفيجيال فيروسز هتبقى هنقسمها مجموعتين، ما قبل الانفجار اللي هو بري رابشر، وبعدين بقى اللي هو رابشر. ايه اللي بيحصل؟ بري رابشر هي كلمه واحده بس، الا وهي ايه يا جماعه؟ اسيمتوماتيك. ما مشكيش من حاجه. حد فيكم يا جماعه عنده دوالي مريء؟ هتلاقي قاعد. على فكره النسبه كبيره جدا، عايز اقول لكم ان تقريبا 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 100%، شوف النسبه هي 90% ده كلام نظري، انما 100% من عيانين الليفر بعد كام سنه تقريبا 10 سنين بتلاقي عندهم دوالي مريء. معايا؟ مش هتلاقي حد على فكره خالص عنده ليفر سيروزز روح النهارده خده واعمل له اندوسكوب انا بقول لك اهو عنده دوالي مريء. هل الدوالي دي هترابشر؟ مش شرط. في بقى حاجه اسمها الاندوسكوب خدتوها في الجراحه ريد ساينز، اللي هي الساينز اللي تقول لك هل الدوالي دي على وشك الانفجار ولا لا. المهم يعني يقول لك بقى ان في تلتين الناس دول هيعيشوا ويموتوا بالدوالي دي، ما بيشكوش من اي حاجه الا اسيمتوماتيك. ممكن يشتكوا من ايه مثلا؟ ممكن يشتكوا من حاجات زي ديسفيجيا بس افتر انفورميشن، يعني بعد ما يعرف
انتوا واخدين بالكم؟ انما ده لو ما عرفش مش هيشتكي من حاجه. يعني يجي يقول لك ايه اول ما يعرف ان عنده دوالي تاني يوم، هقول يا جماعه ده انا حاسس ان اللقمه بتقف في زوري هنا كده، مع ان هو اصلا الدوالي موجوده تحت شويه، بس هو ايه يا جماعه، هو نفسيا لانه عارف ان عنده دوالي ومتخيلها دوالي، يعني حاجات مكلكعه في الاسوفجاس، فاقول لك ده اللقمه ما بتنزلش يا دكتور الحقني. ديسفيجيا بتبقى غالبا سايكيك على فكره، لان الدوالي بتبقى طريه قوي ورقيقه قوي، مش لدرجه ان هي تعمل ايه يا جماعه، توقف اللقمه في الزور، مش لدرجه دي. لكن ده انت كمان هتلاقي الناس نفسيا يقول لك انا حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي، كل دي حاجات بتبقى ايه يا جماعه، حاجات سايكيك كلها، لحد ما تيجي لحظه الايه بقى، الرابشر. ولحظه الرابشر بيشتكي من كلمه واحده بس. على فكره يا جماعه الاسوفجيال فيروسز، واكيد خدتوه في الجراحه، موضوع الكلمه الواحده، لان كل الايتيمز اللي فيه تقريبا كلمه واحده. يعني لحظه الرابشر هيشتكي من ايه يا جماعه؟ بس ما تقولش بليدنج كده، قول ابر، لان البليدنج فوق، فيبقى ابر جي اي تي بليدنج، وفصص الكلمه بقى، لان كلكم عارفين الابر جي اي تي بليدنج ايه، ريبريزنت بايه. يعني واحد عنده ابر جي اي تي بليدنج هي ريبريزنت بايه. هنقول دلوقتي جي اي تي بليدنج، بس انتوا واخدين الكلام ده في الجراحه، فالمفروض تقولوا، ما انتوا عارفين الجي اي تي بليدنج يا ابر يا لور. اللور على فكره مهم جدا في الجراحه، يعني جاز ما يهمناش قوي في البطنه، انما الابر اللي هو فوق الدودينم، اي حاجه بقى في الاسوفجاس، اي حاجه في الاستومك، اي حاجه في الدودينم، كل دول بيبقوا ابر جي اي تي بليدنج. واحد عنده نزيف من فوق يشتكي من كام حاجه، هما ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ غير اسيمتوماتيك طبعا، ممكن يبقى ايه يا جماعه رقم واحد يبقى ايه؟ هيماتيمسيس. واضح ولا مش واضح؟ وده هنشرحه النهارده. او ممكن غير الهيماتيمسيس يبقى مينا. يعني ايه مينا؟ يعني الاكل بقى نزل فاتهضم مع الاكل. خدوا بالكم من كلمه اتهضم، مش دم دم، انما دم مهضوم. هو الدم عشان يتهضم محتاج كام ساعه في الجهاز الهضمي؟ يعني خد بقى 8 ساعات. يعني اي حته الاكل بيبقى فيها اللي لحد ما ينزل بيقعد اكتر من 8 ساعات يعمل مينينا. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ من 6 ل 8 ساعات يعني. عشان كده يقول لك مثلا لو حاجه في السمول انتستين تعمل مينينا، تعمل مينينا طبعا. لو حاجه فوق هتعمل مينينا، لان الاكل على بال ما بينزل من اسوفجاس لحد ما بيخرج خالص ياخد اكتر من 8 ساعات طبعا. لو في الانتستين يعمل مينينا. طب مثلا لو في نقول مثلا في الرايت كولون يعمل مينينا برضه، لان برضه الاكل على فكره من اول هنا لحد ما بينزل بياخد له 6 ساعات كده ولا حاجه. لكن عارف بقى لو كان في الليفت كولون او في ترانسفيرس كولون يعمل بليدنج بالريكتم، لانه مش هيلحق. ايه يا جماعه؟ مش هيبقى مهضوم. المهم مش دي قضيتنا النهارده. المهم ان الهيماتيمسيس او الاسوفجيال فيروسز يعمل مينينا برضه، دم على بال ما ينزل يتهضم يبقى بلاك تاريس تول. المهم يعني، وايه كمان غير الهيماتيمسيس؟ ساعات شويه دم صغيرين ينزلوا فما يبانوش بالعين المجرده، يقول لك اوكلت بلاد في الستول. وهي دي المشكله، لانه على اللونج ران ممكن تفاجئ بعد الاف السنين ان هذا العيان الحقير ما بيشكيش من اي حاجه. ده واحد عنده نزيف ايه يا جماعه؟ حاجه بسيطه قوي، اوكلت بلاد في الستول، هو مش واخد باله منها. تفاجئ بعد الاف السنين ان هذا العيان يعاني من ايه بقى؟ ايرن ديفيشنسي انيميا. معايا ولا مش معايا؟ ودي مشكله على فكره الناس حتى اللي عندهم حاجه في الجهاز الهضمي، ممكن يبقى شويه دم صغيرين بينزلوا عشان كده قلنا احنا الكلام ده في البلاد. اللي عنده ايرن ديفيشنسي انيميا فوق سن ال 40 لازم تشك في ايه يا جماعه؟ كانسر كولون، كانسر بلادر، كانسر مش عارف ايه، ايه الحاجات دي كلها. المهم يعني ندخل بقى بعد كده نتكلم عن يبقى اذا ما قبل الانفجار كلمه واحده اسيمتوماتيك، لحظه الانفجار ابر جي اي تي بليدنج، وتفصصها، تفصصها بكام كلمه؟ ثلاث كلمات، هيماتيمسيس وايه كمان؟ وميلينا او اوكلت بلاد في الستول. وكل واحده هنشرحها، ده موضوع لوحده هنشرحه النهارده، اللي هو الهيماتيمسيس يعني ايه واسبابها، والميلينا طبعا الهيماتيمسيس بتاع الاسوفجيال فيروسز حطوه في الجراحه يمتاز بكلمتين، كلمتين انه ايه وانه ايه؟ كلمتين، انه بين لسن اللسن وماسيفا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني نافوره وانفتحت، يعني تلاقي نافوره اتفتحت في وشك، انت واخد بالك؟ هتلاقي فجاه مره واحده كده طلع ايه يا جماعه؟ دم قد كده في وشك وطرطش على وشك بكل حاجه. وفي نفس الوقت تيجي تقول له انت حاسس بحاجه موجوع، يقول لك لا عادي، اشرب عادي يعني. عكس مين مثلا؟ اصل اهم سببين يعملوا هيماتيمسيس ايه؟ بيبتيك ألسر وايه كمان؟ والاسوفجيال فيروسز. بس البيبتيك ألسر بتبقى كميه صغيره وفي نفس الوقت موجوع جدا، وجع رهيب يا جماعه، حصل بيرفوريشن في الالسر، في الالسر في معدته، وعشان كده بيبقى موجوع جدا. المهم بقى الانفستيجيشنز، ما هي الانفستيجيشنز اوف بورتال هايبرتنشن؟ هي الانفستيجيشنز اوف اسوفجيال فيروسز، صح ولا غلط؟ هي وهم كام حاجه؟ سته. والتريتمنت هيبقى كام حاجه؟ سته. ما احنا قلنا كله ماشي الستات، انتوا نسيتوا ولا ايه يا جماعه؟ ده قلنا امتع برانشات العمر. فالانفستيجيشنز ست حاجات، وطبعا كلكم مذاكرينها من الجراحه. لكن بالمنطق وبالفطره وبالصليقه، واحد دخل لك المستشفى عنده اسوفجيال فيروس حنفيه وانفتحت في وشه، ايه الانفستيجيشنز اللي هتعملها؟ هم ست حاجات. رقم واحد ايه؟ اول حاجه هتعملها طبعا بالمنطق برضو لازم اندوسكوب، صح؟ منظر هذا العيان الحقيقي.
وعلى فكره المنظار خدته في الجراحه اللي ليه فوائد دياجنوستيك ليه فوائد يا جماعه ثيرابيوتيك لان انت اصلا هتعالجه دلوقتي زي ما نشوف سواء بقى هتعمل سكليروسيرابي حقن دوالي سواء هتعمل بانديجيشن سواء هتعمل انت كل حاجه بالاندوسكوب غير كمان دياجنوستيك وثيرابيوتيك دياجنوستيك كمان عشان هيقول لك مكان النزيف ايه بالظبط هقول لك في دوالي ولا لا الدوالي دي على وشك الانفجار ولا لا اللي هنقول الساينز بتاعتها كمان شويه فاذا رقم واحد لازم تعمل ايه يا جماعه اول خطوه اندوسكوب ورقم اثنين بالمنطقي على فكره اصل انت لو مش حافظ طب ما تخاف الموضوع ده في الجراحه لو انت مش حافظهم بالمنطق هتلاقيك قاعد تايه وهتدخل الامتحان الكلمه الوحيده اللي هتفتكرها عارف ايه اندوسكوب وتقعد تقلب بقى ايه نعمل مش والله يعني انتوا لسه واخدين الموضوع ده في الجراحه ولسه اسلام خارج من الامتحان ولسه جرافات تشهد اهو ومع ذلك هتيجي تقول له ايه الانفستيجيشنز وفورتال هايبرتنشن تلاقيه بيالف كلام اللي هو لو ما ذاكرش هيقوله ان منظر العيان لا نصور العيان ان شاء الله بكاميرا الموبايل لا مش عارف نعمل سي بي سي لا مش عارف سي بي سي صوت اي كلام بقى اللي هو ايه يا جماعه كلام فارغ وعشان كده يقول لك هم ست حاجات بالمنطق ايه هم وخليك ماسك خيوط اللعبه كده واحد اندوسكوب ودياجنوستيك وثيرابيوتيك والحكايه دي اتنين صور البورتال فين طبيعي يعني صور البورتال فين ان شاء الله حتى تصوره بايه بكاميرا الموبايل بتصوره بايه طبعا ده انت لو ما قلتش بنصوره بايه احنا بنهرج لان اول كلمه قلتها الالترا ساوند دوبلكس الترا ساوند وقلنا الالترا ساوند كده كده بنعمله في عيان الكبد عشان ديتكت ثلاث حاجات ايه هما الثلاث حاجات ايوه السيروزس وقلنا كمان السايز اوف سبلين وقلت كلمه بقى ديتكت البورتال هايبرتنشن فلازم هنا بنعمل الترا ساوند او تعمل سي تي سي تي حتى تلاقي البورتال فين واضح كده يا جماعه اللي هو بدل ما هو نازل كده تلاقي لا دول فايبروتيك او واضحين كده انتوا واخدين بالكم وممكن يجي يقول لك مثلا مش عارف عرضه كام ملي بل في بورتال هايبرتنشن 1.3 لا 1.4 المهم ان انت بتصوره يا بالالترا ساوند يا الاحسن منه شويه اللي هو ايه يا جماعه سي تي المهم بقى ده كده اللي هو رقم 1 و2 3 ايه ثالث خطوه ايه ثالث خطوه جت فكره خزعبليه كده قال لك البورتال فين اهو انا عايز ادخل بقسطره واقيس الضغط هو ده ينفع افكر فيها كده فكروا فيها ينفع ادخل بقسطره هنا اقيس الضغط ينفع ازاي انت لو عايز توصل بقسطره لاي حته على فكره ممكن توصل الا هنا اصل هتوصل ازاي اصل انت بص لو دخلت من فوق هتقول لها هخش من الجاجولار اقول لك ماشي جاجولار وتلاقي نفسك هنا كده بتدخل في القلب ومن القلب خرجت من الفيرو فينيكيفا مشيت 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 وبعدين تقوم مخرم على ايه الهيباتيك فين هتلاقي نفسك في الليفر هنا لازم بقى تجيب شنيور في الليفر تخرمه لحد ما توصل فين في البورتال فين هل ينفع ان انا ادخل بقسطره ما ينفعش هتقول لي طب انا ادخل بقسطره من تحت طب ما برضه من تحت هتلاقي نفسك هتوصل للبورتال فين ازاي يا جماعه ما ينفع اسمه الوريد البابي الوريد البابي توصل له بقسطره ازاي انا مش عارف ايه العلاقه ما بين الاسم والبقسطره بس هو عموما موجود في حته في حته منيله يعني ما ينفعش توصله لحد بس اللي فكر يوصل له مين بقى كانوا اتنين في الاول كده تمرجيه اللي هم قاعدين كده في امان الله لان لا يمكن دكتور يعمل الحركه دي هو اللي عملها واحد لا يتحمل مسؤوليه يا تمرجي يا كان ميزو اللي هو لسه بقى ايه يا جماعه قاعد كده في الحياه قال لك بص بقى احنا الدكتور ده عمل فينا كتير احنا لازم ايه نعملها ولو باظت والليفر باظ هنلبسه لينا معايا ولا مش معايا فهو الراجل طلع فوق كده الدكاتره طلعوا فوق وبعدين هم قاعدين قعدوا يعملوا ايه بقى كانوا اتنين على فكره اتنين ميزو واقفين فالمهم قال لك ايه والراجل قال لهم طلعوا القسطره الراجل قال لهم كده والله قال لهم طلعوا القسطره هم ما طلعوش القسطره يعني هو الراجل قعد يحاول بالقسطره دخل لحد الانفيرو بنكيفا وخاف قال يا جماعه لا احنا هنخرم للراجل ليفر يعني ايه على راي اسمه ايه البورتال فين بصوا يا جماعه قال لك انت سيب انا الاثنين ميزو ايه يا جماعه قال الاثنين ميزو طلعوا القسطره هم عملوا ايه بقى جاي ام جاي واحد فيهم قال بقول لك ايه ما تيجي نعمل سبق تاريخي ننزق شويه نزق 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 لحد ما لقى نفسه في الهيباتيك فين قرب قوي الهيباتيك فين يعني ايه يا جماعه وقاس الضغط هنا وسكت فصاحبه اللي واقف معاه في النبطشيه قال له جرى ميزو واحد ميزو واحد وميزو اثنين يعني ايه ميزو واحد في ايه قال له انا خايف ان انا ادخل اكتر من كده هنخش على الليفر هنخرم الليفر والعيان ده اصلا هيباتيك ممكن ينزف مننا يروح فيها مش طالبه وقاموا قاسوا الضغط في الهيباتيك فين جه صاحبه ميزو اثنين ماسك القسطره قال له ايه يا ميزو واحد ده وقعد يعمل بالقسطره كده لا تتحرك في الهيباتيك فين قال له ايه ده ده انت سايب القسطره خالص سايبه في الهيباتيك فين وفعلا سموها كده فري هيباتيك فينس بريشر لان هو الضغط ايه يا جماعه القسطره كانت سايبه قوي فري حاجه اللي هي ايه يا جماعه فقال لك فري هيباتيك فينس بريشر وبعدين قال له بقول لك ايه ميزو واحد خليك جريء بقى ولو حصل حاجه هنلبسها مين للسينيور اللي فوق فقعدوا يعملوا ايه يا جماعه قعد يدخل 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 التاني كان اجرى شويه لحد ما حصل اللي ما كانوش متخيلينه ولا متوقعينه القسطره اتحشرت واتحشرت فين بقى في البلاد ساينوسويد مش البلاد ساينوسويد ده اللي كان واخد من البورتال فين والهيباتيك ارتري صح هو يعني هو لو عدى على فكره البورتال فين هيوصل لو عدى الساينوسويد هيوصل للبورتال فين بس المشكله القسطره اتحشرت هنا اتحشرت بالانجليزي يعني ايه
بالانجليزي كلمه محشور او مسموع او حيطه او اللي هو يسموها ويدجت. فهو سماها كده، هو قعدوا بقى يشيلوا فيها وبرجله يحاول يطلع كده بالاثاره ويشدوا فيها ما بتطلعش، اتحشرت يا جماعه ويدجت هيباتيك فينس بريشر. فهو قاسها هنا مره فري وقاسها هنا ايه يا جماعه ويدجت، وقعدوا يصوتوا والعيان يصوت وانا هوديكم بايه وشيلوا لي الاثاره دي والليفر بتاعها. لدرجه هو خاف وهم بيشدوا الاثاره يطلعوا الليفر معاهم، لان هي العمليه اتحشرت فعلا هنا. قال لك فري اند ويدجت هيباتيك فينس بريشر، شكرا بتاع الجراحه يسموها فري هيباتيك فينس بريشر جريدينت، اللي هو الجريدينت، لان هو عن طريق بقى معادلات معينه يقدر عن هو طبعا مش اكيوريت قوي بس يعني هو اقرب حاجه للبورتال دي. فقال لك فري اند ويدجت هيباتيك فينس بريشر معايا. انا ما قدرتش اوصل للبورتال دي طبعا، دكاتره نزلوا الميزو واحد طق هنا بالهلام وهنا والعيان فاق بعد ما طلع الاثاره قعد برده يلطش لهم الاثنين وده بالظبط كده. وقعد الدكتور يوميها بقى بالليل قام واخدهم قال له تعالى يا ميزو واحد وميزو اثنين في ايه؟ قالوا له احنا حاولنا كنا بس بنحاول وكفينا شرف المحاوله وقربنا من البورتال فين. انت كنت سايب الاثاره في الانفيرو فيريكيفا، ميزو واحد دخل الهيباتيك فين، ميزو اثنين اتحشر في الويت في الساينوسويد وجه الهيباتيك فينس بريشر. يوميا الدكاتره قالوا لهم طب ما في سكه اسهل بكتير ودي رقم اربعه، يبقى رقم واحد ايه الاول عشان ما انتهش اندوسكوبي، رقم اثنين ايه نصور ان شاء الله كاميرا الموبايل، رقم ثلاثه يا شكري بقى فري اند هيباتيك فينس بريشر جريدينت او فري هيباتيك فينس بريشر هيباتيك فينس بريشر جريدينت او فري اند ويدج هيباتيك فينس بريشر. رقم اربعه للدكاتره قالوه وسكه فعلا زي ما خطرتش على بالكم. قال لك احنا هنجيب ابره ونحقن في الطحال، فين الرسمه اهي، تقوم الصبغه نحقن صبغه، تقوم الصبغه تمشي 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 لحد ما توصل للبورتال فين، لو في ثرومبوزس ما تعديش. فنصور فين بقى؟ نصور البورتال فين، كاميرا الموبايل يعني هو بيبدأ ويدخل بإبرة هنا وانت كاميرا الموبايل تسلط على الايه بقى على البورتال فين، تقوم تشوف الصبغه هنا 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 لكن واقفه هنا. هذه بينه وبينك عشان انت دخلت في الاسبلين وصورت في البورتال، نقوم نسميها ايه بقى يا اولاد، اسبلينو بورتوغرافي. شفت بقى الاسبلينو عشان دخلت في الاسبلين، بورتوغرافي عشان صورت في البورتال. فعشان كده اقول لك اسبلينو بورتوغرافي. بس بينه وبينكم هل الطريقه دي تقيس الضغط في البورتال فين؟ لا، هي كل اللي عملته انها تشخص مرض وحيد، بورتال فين ثرومبوزس فقط. يعني هي بتشخص البورتال فين ثرومبوزس معايا شكري، يعني لو ما فيش ثرومبوزس هنا الصبغه هتعدي عادي على فكره، انما لو في ثرومبوزس الصبغه هتقف. عشان كده المرض ده الطريقه دي حلوه بس في مرض الهيباتوما، لان الهيباتوما من اشهر الاسباب اللي بتعمل بورتال فين ثرومبوزس، وقلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت. المهم بقى رقم، قلنا اربع حاجات، شفت بالمنطق ماشيه ازاي بقى، واحد اندوسكوبي، اثنين نصور بكاميرا اللي مش عارف ايه، ثلاثة اثنين الميزو، أربعة سبلينو بورتوغرافي، خمسة ليه ما بتقولوش خمسة؟ مع إني أنا نفسي قلت السبب الوحيد اللي بيعمل بورتال هايبرتنشن إز ليفر سيروزس، يبقى رقم خمسة تبقى إيه؟ ليفر فانكشن تيست، ما تطمن على الكبد السيروزس أخباره إيه؟ ورقم ستة يا جماعة إذا ذكر البورتال هايبرتنشن ذكر إيه؟ البلهارسيسس، ده هي البلهارسيا ما هي إلا بورتال هايبرتنشن أصلاً، يعني البلهارسيا تقريباً ما بتعملش غير إيه يا جماعة؟ بورتال هايبرتنشن وحاجات تانية صغيرة كده. فلازم تكتب ايه رقم 6 انفستيجيشن فور بلهارسيزس، انظر البلهارسيزس. ولما ناخد البلهارسيزس هقول لك هما ست حاجات، يعني لما ناخدهم ست حاجات منهم بلهارسيزس فيها كام اس؟ 3 اس، ما الزد زي الاس يعني بلهارسيزس، فاقول لك 3 اس عشان كده هيبقى في 3 بحرف الاس، نبقى نعرفهم لما ناخد البلهارسيزس. ولو انت تعرف تالفه كده ستول على سيجميدوسكوبي على سيرولوجي يعني كلام هتعرف تالفه بس مش وقته. وفيها كام بي او بي مش فارقه، بيل 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 هارزيز، فقلنا 3 بي برضه. المهم يعني ايه يا جماعه، يقول لك البهايه الاخيره فيهم عارفين ايه بقى، انفستيجيشنز، ودي بتتنسي دايما لما يجي يقول لك انفستيجيشنز فور بيل هارزيزز لازم اخر واحده بورتال هايبرتنشن، يعني والبورتال هايبرتنشن لازم اخر واحده. انتوا عارفين يا جماعه ان في طلبه والله العظيم طلبه بيدخلوا الامتحان ما بيعرفوش يخرجوا من السؤال ده، يعني يقعد بقى دخل في سايكل مغلقه ما بيعرفش يخرج. والله الطالب بيجي يقول له انفستيجيشنز فور بورتال هايبرتنشن، كاتب ايه يا جماعه السته، يجي في رقم سته يكتب ايه انفستيجيشنز فور بالبريزيز، اللي هم ايه 3 اس، ويجي على اخر واحده فيهم انفستيجيشن فور بورتال هايبرتنشن يقوم كاتبهم سته، يجي في اخر واحده بالبريزيز وما بيبقاش عارف يخرج. وتلاقيه يا جماعه هو ما بيعرفش يخرج، هو لازم تفتكر ان انفستيجيشنز فور بورتال هايبرتنشن هي الانفستيجيشن لازم تقول بالهرزيز. وفي البلا انا بقول كده ليه يا جماعه، عشان لما يجي سؤال حاله بالهرزيزس لازم تفتكر ان انت جزء من الانفستيجيشنز مش تقضيها ايه بقى ستول وسيجميدوسكوبي وسيرولوجي ومش عارف فاريام ايه ومش عارف يا ابني ايوه، بس الانفستيجيشنز اوف بورتال هايبرتنشن هم السته دول،
اللي فيهم رقم 6 انفستيجيشن اللي فيها 3 اس اللي فيها وهكذا يبقى ده كده ننجز بس اللي هو ايه. فالمهم ده كده اللي هما 6 حاجات. ندخل على التريتمنت. نفسي بقى اقول التريتمنت تقولوا لي جراحه خلاص بقى خدتوه في جراحه. قول احنا المفروض في عندنا 6 حاجات. اه بس 6 حاجات ثيرابيوتيك في الاول. ثيرابيوتيك ده اللي هو العيان بينزف دلوقتي. انت مذاكرها النهارده والله؟ طب استنى معاك اهو. بس في البروفلاكتيك هتقول ايه؟ الثيرابيوتيك كانوا كام حاجه؟ 6. والبروفلاكتيك كام حاجه؟ 6. نبدا بالبروفلاكتيك ولا بالثيرابيوتيك؟ بروفلاكتيك ماشي. مع ان المفروض المنطق بيقول الصليب والله. بس ماشي خلينا بروفلاكتيك. كام حاجه؟ 6. بس لازم نقسمهم ايه بقى؟ 3 و3. 3 اللي في الاول لو كان بروفلاكتيك يعني وقايه صح؟ يعني الوقايه. فالوقايه البرايمري يعني ايه برايمري؟ يعني الوقايه الاولى يعني يتم هو ينزف اول مره. يعني عيان ليفر عنده كل عنده دوالي في المريء نزفت قبل كده حاجه يقول لك لا دكتور بس خايف انزف ماشي دي اسمها برايمري بريفنشن. انما واحد بينزف ريكرنت بقى لا ده اسمه سكندري بريفنشن اللي هو انا همنع الايه يا جماعه الريكرنت هو نزف قبل كده. نبدا بالبرايمري ولا بالسكندري؟ دول 3 ودول 3 يبقى مجموعهم 6. نبدا بالبرايمري في الاول. البرايمري لو كانت دوالي صغيره يقول لك ايه بقى رقم 1 سيب العيان في حاله اسيمتوماتيك. لو كان اسيمتوماتيك سيبه. مش خدتوا الكلام ده في الجراحه ان انت ما بتعملوش حاجه. بس هو السؤال بقى انا مين اللي يقول لي اصلا هي دوالي صغيره ولا كبيره؟ هي دوالي رقيقه ولا على وشك الانفجار؟ هي دوالي الاندوسكوب. تعال المنظرة نعمل منظار. المنظار ده بيقول لي حاجه اسمها يا جماعه خدتوها في الجراحه وانت لسه مذاكر الموضوع يا اسره المفروض بقى تبقي فيها انت ليش طب محلق اللي هو حاجه اسمها ريد ساينس. ريد ساينس اللي هي دوالي تشوفها كده بالاندوسكوب على وشك الانفجار. الله يخرب بيتك يا ممدوح لازم نتدخل مش هستنى لحد ما يحصل الانفجار. انما لو لقيتها صغيره كده وكيوت وحاجه كده اللي هي دوالي رقيقه كده لا خلاص سيبها. بس هو يقول لك ايه بقى؟ ايه الريد ساينز دي؟ يقول لك عندما تتحول الدوالي تبقى عامله زي الفراوليه. الفراوله. الفراوله. عامله زي الفراوله اللي هي ايه يا جماعه؟ يعني عارف الفراوله بتبقى ايه؟ يقول لك تبقى اول حاجه كبيره شويه. لا. وترانسبيرنت يعني شفافه يعني انت عارف يعني ايه؟ فراوله شفافه. مضغوطه كده والفراوله بتمتاز بحاجه مش عارف تاخدوا بالكم منها ولا لا. بيبقى في اوزنج اوف بلاد. الفراوله؟ تلاقي في حتت بارزه اه في الفراوله بتبقى في حتت بارزه كده يعني حمراء شفافه شويه وفي اوزنج يعني ايه يا جماعه الدوالي؟ تلاقي في حتت نتح دم اللي هو تلاقي في حاجه اسمها اوزنج اوف بلاد. بدا في بلاد ايه يا جماعه؟ ده انت الدوالي على وشك الانفجار قوي. عارفين يا جماعه الفراوله ما بتبقاش ملساء كده بط فراوله وانتوا ماشيين دلوقتي امسك الفراوله ما بتبقاش ملساء يعني مش طماطم. يعني ايه الفرق بين ملمس الفراوله والطماطم؟ الفراوله محدده ان الطماطم بتبقى ايه يا جماعه؟ هو احنا ايه اللي دخل مفهومه يعني دي بتبقى ايه يا جماعه؟ لا غير طعمها شكلها. لو جبت فراوله صغيره وطماطمها صغيره كده مدوره ايه يا جماعه مدوره برده مش بل في الملمس ايه الفرق في الملمس دي ملساء ودي محببه لكن دي وانت بتحط ايدك كده محببه مشيها على فراوله وانت بتمشيها على فراوله هتلاقي في اوزن حاجات بارزه كده تاخد بالك. فالمهم يقول لك بقى دي الريتس ما تقولي حاجه بقى المهم ذاكره ايه وعملت ايه. فالمهم دي الريد ساينز. المهم بقى لو كانت مش امبندنج رابشر سيبه فولو اب وسيبه. طب لو امبندنج رابشر في حاجات ادويه والادويه دي على فكره اي كلام حماده بالجنزبيل بيقول لك ندي دوايين كده حقص طبي طبعا لك بيتا بلوكر بروبرانولول او نايتريت. النايتريت طبعا عارفين ليه؟ لا لانه فيه نوتايت فيوسع البورتال فيه فيظبط المسائل. والبيتا بلوكر عارفين ليه؟ ده حقص بروبرانولول. شكرا يا جماعه معظم عينين الكبد تشوف الروشتة تلاقي بياخد بروبرانولول. ليه بقى بياخد بروبرانولول دلوقتي؟ فهمت بياخد بروبرانولول مش عشان ضغط ولا عشان كلام فارغ ولا قلب ولا كلام من ده. هو بياخد بروبرانولول عشان يظبط له البورتال فين لانه بيقلل شويه الكاردياك اوتبوت فيقلل الدم اللي رايح فين يا جماعه؟ بقول لك قالوا راح البورتال فين طبعا حماده بالجنزبيل. طب الاحسن ان انت تعمل ايه يا جماعه؟ اه قولوا لي بقى بينك بذاكر الموضوع ده نعمل اندوسكوب باندلايجيشن ولا انجكشن سكيو ثيرابي ولا دي او دي؟ بنده نعمل في واحد ما دنزفش قبل كده لما نعمل اندوسكوب ايه اللي بنعمله؟ ينفع نعمل انجكشن اسكيو ثيرابي؟ لا لا طبعا انت بتعمل باندلايجيشن لان هنتكلم عنها في ثيرابيوتيك كمان شويه. تخش بالاندوسكوب وتعمل حزام. الحزام ده اصل انجكشن اسكيو ثيرابي فكرتها ايه يا جماعه؟ فكرتها ان انت بتحقن ماده زي الصمغ ده ماده سائله. عارفين الصمغ اللي هو امير واللي عارفين الحاجات الصغيره دي ده بيمتاز بانه ايه طول ما هو في الانبوبه فلويد انت بتحقنه فلويد تسيبه شويه يقف في الشمس تلاقيه ناشف. فهو انت بتيجي على التعويره اللي في الاسوفجاس اهي
تقوم جاي برضه حقن امير، جايب انبوبه امير من اي مكتبه بتتباع في اي حته، وتقوم ايه يا جماعه بجنيه جاي حقنه هناك صحيح، ليه ما بيلزقش يقف في الشمس شويه، يقف في الشمس شويه يقوم يعمل لك ايه. على فكره ليه مشاكل، بس انا دلوقتي امتى يبقى كويس؟ لو في تعويره فعلا، لما ده واحد ما نزفش مفيش تعويره، ربنا حاطط امير على ايه؟ هينشف وهيبوظ ويعمل ألسريشن وإسكيميا وحاجات من تقيلة بستين هيلة. فهو الأحسن هنا البندلايزيشن طبعا. طب لو كان نزف قبل كده بقى، يبقى قبل النزيف كنا بنعمل كام حاجة؟ قولي حاجة بقى، ما نذكر الموضوع ده، الموضوع الوحيد اللي انت بذكراه. رقم واحد سيبه في حاله، ورقم اثنين ميديكال مش عارف ايه، ورقم ثلاثة بندلايزيشن. طب لو كان نزف قبل كده، لو هو كما انت عايز تمنع ريكارنس بكل سهولة، انت بتعمل ثلاث حاجات، واحد واثنين افهم الحته دي، واحد واثنين في الريكارنت، وما اثنين وثلاثه في البرايمري. يعني يعني هو تلاقيه نزف قبل كده، وتلاقي واحد برضو يقول لي يا امبيندنج رابشر ولا لا يا ابني، هو نزف رابشر قبل كده؟ تيجي تقول لي امبيند يعني الفراوله هتبقى موجوده ولا هو نزف قبل كده؟ تعال استنى على الريكارنت، يبقى رقم واحد هنا ميديكال. طب ورقم اثنين هنا بقى بندلايجيشن او انجكشن اسكليروسراكشن. طب ورقم ثلاثة بقى اللي هو تقطع الشورت في البيسين بقى غير اللوكيت. لا بص بقى عملياتك، وطبعا عملياتك بقى خدتوها في الجراحه، عمليات اللي انت خدتوها في الجراحه خدتوا ايه يا جماعه؟ في حاجات ميجور وحاجات ماينور غير التبس بقى هنقولها دلوقتي. على فكره الحاجات دي اصلا في عندنا ميجور، ميجور اوبريشن، عمليات كبيره قوي اللي هي البورتو سيستميك اوبريشنز. يا جماعه في ايه؟ خدتوا الكلام ده في الجراحه والله ولا ما خدتهاش في الجراحه؟ لا دي ممكن مثلا محاضرتين ده اللي هي بورتو سيستميك اوبريشنز. اللي هي ايه الاوبريشنز دي؟ بصوا يا جماعه ده ايه؟ كبت. وده ايه؟ بورتال فيو. سبلين وور. بس جه واحد العمليات الاول، نبدا بالعمليات الميجور ولا الماينور؟ الميجور. نبدا بالميجور خلاص منه بعدين عشان ايه؟ نبدا بالميجور. الميجور اللي هي ايه بقى، ركزوا معايا. جه واحد ودي ظهرت في اواخر الستينات ايام عبد الحليم حافظ، ودي على فكره ظهرت فعلا في اواخر الستينات سنه بالتحديد 67 او 68 حاجه كده في انجلترا. في انجلترا طلع واحد قال لك ايه بقى؟ اول طبعا طلع في العمليه دي على فكره عملت ضجه غير طبيعيه في الوطن العربي كله، لان كان اشهر واحد في الوقت ده عنده اوسوفجال فيرسز، كان في طبعا مصريين كتير قوي، وكان في عبد الحفيظ حافظ معروف انه عنده ايه يا جماعه؟ ده يعني كلنا شفنا الصور بتاعته مكان على السرير والدم والحركه دي. عبد الحفيظ حافظ طلعت سنه 1967، واول واحد عارف كان اللي هو الصديق الصدوق لعبد الحليم حافظ اللي كان اسمه مجد العمروسي، لو انتوا فاكرينه العروس، عارفين واحد كده كان دايما صاحبه اسمه مجد العمروسي. مجد العمروسي ده اول ما سمع عمليه جاريه على عبد الحليم حافظ مفاجاه، عبد الحليم بمليون جنيه الحقني يا مجد ايه هي؟ طب اطلع، كان ساكن في الزمالك، قام قال له اطلع اهو، قام طالع قال له بص بقى واحد انجليزي قال عمليه هتعالج اللي عندك ده. قال له عمل ايه؟ خد وصله من البورتال فين، اسمع بقى مش الضغط هنا عالي، وصلها بالايه؟ بالانفيريور فيناكيف. عشان كده يسموها ايه بقى؟ بورتو سيستميك. ايه يا جماعه؟ بورتو كيفل اوبريشن. هو كل اللي عمله خد وصله من بورتال فين لحد ايه يا جماعه؟ الانفيريور فينا. طبعا لما ياخد وصله من بورتال فين للانفيريور فينا كيفا، هو خد وصله من البورتال سيركوليشن للسيستميك سيركوليشن، فطبعا الضغط هنا هي ايه يا جماعه؟ هيقل. اول ما قال له العمليه دي عبد الحليم طبعا فرح جدا، كان ماسك الايباد في ايده كده قاعد يشوف المجلات كاتبه ايه والحاجات دي، قام سابه قاعد يحضن في مجد العمروسي جامد جدا، يلا على انجلترا ولازم نعمل عمليه. المهم اتصلوا بالدكتور صديقه اللي ساكن جنبيهم، كان في الفيلا اللي جنبيهم كده، قام طالع قال له حليم انت مش هتعمل العمليه دي. طبعا اول ما قال له مش هتعمل العمليه دي، حليم طبعا ايه يا جماعه؟ انهار نفسيا هو ومجد العمروسي، ده يقول له ليه؟ وحليم يقول له ليه يا دكتور مش هعمل العمليه؟ ده انا خلاص حجزت التذاكر وطالع على انجلترا. قال له حليم اختار، يا اما تغني يا تعيش وتخف يا تغني، لان طبعا خد بالك لما انت بتاخد الدم من هنا تروح على الانفيرو فينا كيفا، راح من غير ما يعدي مين؟ الليفر، بسموم وبلاوين متنيله ب 60 نيله، يوصل فين؟ للدماغ، يعمل هيباتيك انكفالوباسي، يعني خليه دروزي ومش مركز. الكلام اللي احنا قلناه ايه يا جماعه الحصه اللي فاتت؟ فيوميها الدكتور ده قال له حليم اختار، يا تخف يا تغني معايا، لان طبعا لو خفيت هيحصل هيباتيك انكفالوباسي، مش عارف يقف على المسرح، توقف بقى اللي هو ايه يا جماعه ده يختايه على المسرح، واضح ولا مش؟ فعشان كده قال له اختار، ويوميها حليم اختار ان هو يغني، وفعلا عمل لنا بقى الاغاني زي ما انا قلت لكم الحصه اللي فاتت، وميال وما تخافيش وشفت الايام واصلها بتفرق، وعمل اجمل اغاني كل بقى عمل عمليه. خد بالك لحد ما ايه بقى يا جماعه؟ ظهر واحد تاني سنه، تاني سنه طبعا العمليه دي خلاص فاشله، لان ايه يا جماعه؟ عالج البورتال هايبرتنشن بس يعمل لك هيباتيك ايه؟ انكفالوباسي. ظهر واحد بعديها بكام شهر كده في غضون شهور قليله، برده ظهر واحد وبرده كان في انجلترا على فكره، كانوا مهتمين قوي بالقصه دي. ظهر في انجلترا في اواخر برضه الستينات او سبعينات، مش فاكر في شهر كام بالظبط، المهم ظهر قال بصوا بقى انا مش هعمل الطريقه الفاشله دي، وعمل طريقه غريبه قوي.
خد الوصله منين بقى؟ قال لك انا مش هاخد من هنا خالص، ابعد عن البورتال فين ده، انا هاخد من السوبيريور ميزنتري فين. لدرجه ان حتى مجدر عمروسي وهو بيجري، يا حليم يا حليم، ده كان قاعد في البلكونه برضو، قال له ايه تاني يا استاذ زفت؟ مجدر عمروسي قال له ايه؟ قال له عمليه جديده تقعد في انجلترا برضو، قال له ايه؟ نفس العمروسي ما كانش عارف يقولها من تحت وهو واقف تحت البلكونه، ما كانش عارف يقول اسمها ميزنتريكو كيفل. وده يبين قد ايه عمليه فاشله، لان العمليه عشان تبقى ناجحه لازم يبقى اسم عاطفي، انما مش فميزنتريكو كيفل. طبعا يوميها حليم طبعا ما طلعش العمروسي، وقال له اللفظ ما يصحش ايه؟ يتقال في حصه محترمه. قال له اللفظ ما يتقالش في ايه يا جماعه؟ حصه محترمه، لان اذا كان البورتو كيفل اوبريشن جابت هيباتيك انكفالوباسي، فما بالك لما اخد من السوبيريور ميزنتريك اللي هو اصلا موجود فين؟ في الانتستين. ما حليم قال له لفظ طبعا ما صحش قال في حصه محترمه. العمروسي مشي وحليم ما عملش حاجه. اسمع بقى يا جماعه الاخضر لما تتلعب بينا، ومات عبد الحليم حافظ الثاني مره، مات عبد الحليم حافظ في المشهد اللي كلنا فاكرينه، اما كان ميت طبعا وصوروه وهو ايه يا جماعه والسرير كله متغرق دمه، ويوميها بقى الناس اللي رموا نفسهم، مات عبد الحليم حافظ. غريب في الامر يا جماعه، ومن غير ما عمل عمليه مات بالمرض ده اللي هو الاوسوفجيال فيرسز، انفجرت ومات على سريره. الغريب في الامر ان بعد ما مات بالظبط باربع ايام، وده الغريب، دكتور وارن، دكتور الامريكي الشهير جدا، وكان قاعد في مصر على فكره، وفتح مركز في الجيزه ومركز في اسكندريه، ودي حقيقه فعلا، مركز وارن ده مركز مصري على فكره، بس هو ده دكتور امريكاني، يقال ان هو كان من ام مصريه، يعني المهم مش قضيتنا، انما دكتور وارن دكتور البورتال هايبرتنشن الشهير جدا في امريكا في الوقت ده، كان هنا في مصر في زياره وماشي بسرعه جدا في المستشفى، وطبعا الصحفيين كلهم قاعدين ايه يا جماعه مهتمين بيه جدا، لانه اكتشف عمليه جديده، لدرجه ان هو استغرب من اهتمام الصحفيين، قال في مصر وغريبه ان انتم مهتمين بالعلم او كده، قالوا له احنا كان عندنا مطرب شهير جدا لسه ميت من ايه؟ من اربع ايام، ويومها المذيعه وهي بتساله السؤال حتى كان بتدمع، لان لو كانت الاقدار بس زودت اربع ايام كان ممكن يتعالج. فارق عن بصلها كده وقال لها ايه يا جماعه؟ قال لها ياه لو كان عاش اربع ايام كان هنعمل له وارن اوبريشن. سالته ايه تفصيل وارن اوبريشن؟ وارن عمل ايه بقى؟ كل اللي عمله هو جرب من هنا فشله ومن هنا فشله، قام واخد وصله من هنا من السبلين، مش هو البورتال فين تاج السبلين مع سوبريم زنترك، فهو هنا فشلت وهنا دول الاثنين انجليز، جه الامريكاني. وعلى فكره الموقف ده بيتكرر كتير جدا في الطب، تلاقي الامريكاني لا مؤاخذه يعني يا محمد، الامريكاني تلاقيه يقول لك، لكن بيستغل ايه بقى؟ يعني تلاقي مثلا اللي عملوا نظريات الضغط تلاقي كلهم اجانب، تيجي الاخير والليله بقى والاعلام وبتاع تلاقي هو استغل ايه؟ ما جابش حاجه جديده. فهو الانجليز عملوا هنا وفشلت، عملوا هنا وفشلت، طب هو جاي عامل ايه بقى؟ قام واخد من هنا. يعني هو لو ما كانتش عملها النهارده كان هيجي مليون واحد بكره عملها، كان مجرب من هنا. بس هو كان ذكي في حاجه، ايه بقى الذكاء بتاعه؟ انه لما خد من هنا لا العمليه هتبقى مكلفه جدا، وخدت الكلام ده في الجراحه، لان من السبلينيك فين لحد الانفيروفينكيفا ده مشوار. فقام قايل ايه بقى؟ قال طب ما كده العمليه هتكلف العيان كتير والسلك جوه بتاع سلك. فكر في ايه؟ هو قاعد طول الليل ماسك توصل النت، ماسك السبلين بتاع العيان قاعد يطبطب عليه كده، يا ترى من ايه؟ عمليه هتبقى عمليه مكلفه جدا. وهو اسمع بقى الموقف ده حصل فعلا، هو قاعد يطبطب على السبلين كده يحذفه من تحت كده، اللي هو اعمل ايه يا سبلين؟ اعمل ايه يا سبلين؟ اعمل ايه؟ العمليه هتبقى مكلفه والسلك ده مش مضمون وممكن يرفض. ايديه من تحت خبطت في ايه؟ في الكليه بتاعت العيان. قال لك وصل الكليه. ايه ده؟ قال دي الكليه. انا غبي ليه كده؟ طب ما هو الكليه اهي وبيطلع هنا ايه يا جماعه؟ قالوا الكليه وده رينال فين؟ لا ازرق كده وخارج. قال طب ما الرينال فين ده هيروح فين؟ هيروح فين الرينال فين كده؟ اي فين في الدنيا بيروح سوبر فين في الدنيا؟ انفيرنا كيف؟ فهو ذكائه انه ما عملش الوصله الكبيره قوي دي، هو قام واخد من هنا وقام وصل برينا فيه. تعرف ما تكلفش العيان 2 سنتي سنتي سلك هيجيبه من اي حد جنب المستشفى، اي كهربائي ده هي بس هيجيب سلك ايه يا جماعه؟ والله 2 3 سنتي وصل وصله صغيره جدا هنا. انت شفت بقى وارن عمل ايه؟ وحتى خدته في الجراحه بقى عملها ايه؟ في نوعين وارن خدته الكلام ده في الجراحه، في بروكسيمال وفي ديستال، يعني مره عمليات من هنا ومره عمليات من هنا، مش خدته الكلام ده في الجراحه ولا لا؟ في وارن اوبريشن قعد بقى بيصيع بقى مره من هنا ومره من هنا وكلام قصص كده ملهاش لازمه. المهم ده وارن، دي البورتو يا جماعه، هذه العمليات الحقيره على فكره دي احسنهم لانها بعيده شويه عن الانتستين والبورتال فين، يعني هو خد من عند السبلين وبينه وبينكم هو عمل بس ده، بس برضو على فكره تعمل انكفالوباسي برضو، خدوا بالكم يعني برضو ما علينا يعني تعمل انكفالوباسي. دي عمليات ميجور ولا ماينور؟ ده ميجور جدا، ده ميجور خالص يعني، ده ميجور طبعا. ليه ميجور؟ ميجور يا جماعه انت بتعمل شنطات وفتح وخد وصله من هنا بموصله من هنا، وطبعا مشاكل كتير للعمليه دي. لحد في بقى عمليه ماينور كان بتعمل لحد من فتره، وهي دي بتتعمل دلوقتي بس مع بعض الايه يا جماعه الموديفيكيشن شويه، اللي هو حساب، خدته حساب اوبريشن دكتور في اسكندريه، في اسكندريه ولد دكتور حسين خير حساب بقى فعلا هو كان في اسكندريه في اسكندريه مصر اه
طب جه عمل ايه بقى؟ حساب. حساب ده على فكرة عشان تعرفوا برضو ان الطب عايز برضو شوية ذكاء. حساب عمل ايه؟ حساب قعد حياته عمره كله أفناه في أمراض البلهرزيزس والبورتال هايبرتنشن. وجد ان الميجور عمليات الميجور دي مأساة حقيقية. واحد يفكر في مرة من ذات المرارين ربنا سبحانه وتعالى ألهمه بحاجة غريبة جدا. قال له حساب عملية سهلة جدا ماينور، شيل الطحال. وبالفعل راح يوميها حتى يقال ان هو ما نامش ليلتها في البيت. واخد بعضه وطلع على طول على ايه؟ على المستشفى يشوف العيانين، قال طق 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 مش عارف كل واحد ايه يا جماعه؟ طحال. وبقى يرمي يجيب الطحال ويرميه بره يرمي شيء. فعمليه ماينور عمل 10 20 عمليه في نفس الليله. واذا بالمفاجاه المثيره العيانين دول اتحسنوا لانه ضرب حجرين بعصفور واحد. هو لما شال السبلين، السبلين مش اسينشال فور لايف معايا، وهو هنا اصلا السبلين متوحش لان بورتال هايبرتنشن عمل هايبر سبلينيزم، فشال الطحال فالعيان خف عشان الهايبر سبلينيزم ده قل، وفي نفس الوقت الضغط ايه قل، لان البورتال فين بقى بياخد بس من سوبريوم ميزنتريك من غير طحال. اول ما لقى النتيجه كده اتحزم ورقص في المستشفى، والله اتحزم ورقص وقعد مبسوط جدا جدا، واتصل بكل اصحابه بقى وقال لهم النهارده هعزمكم على ايه يا جماعه؟ حجر النجاح. وحجر النجاح ده ماخدهم على القهوه قدام ال اه قام واخد قاعدين على القهوه فعلا يا جماعه عشان تعرفوا حجر النجاح عمل ايه بقى. هم قاعدين بيشيشوا في امانه الله حجر النجاح ومبسوطين بقى وكله مبسوط. اكتر واحد من اصحابه فجاه بص له قال حساب ما تفرحش قوي كده. قال له ليه ما افرحش؟ انا بقالي 20 سنه بلعب في الحته دي والحمد لله ان انا ايه عملت ده مش عارف طريقه او عمليه هتشهرني وتدخل وادخل التاريخ من اوسع ابوابه. صاحبه قال له انت مش هتدخل التاريخ يا عم حساب ولا حد هيذكرك اصلا. اسحب من الحاجه يعني انت كل اللي انت عملته شلت السبلين، كل الكتب هتكتب ايه؟ سبلينكتومي. ولا حد هيقول حساب ولا حد هيعرفك وهتفضل طول عمرك مجمور يا حساب. كلمه عاد الترن ايه لدرجه ان هو قام سابهم اسحب من الحجر وماشي وسحب من الحجر وقال له اه سوري السماعه بسخريه وقام واخد بس هو ماشي وهو راجع. الكلمه دي فعلا مجمور 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 وهتفضل طول عمرك مجمور. الكلمه دي صدى صوت غير عادي. راح البيت طبعا عرفان لقى ألفت مراته برضو. قالت له مالك حساب؟ قال لها بقول لك ايه ألفت خش نام دلوقتي. المهم ايه؟ قالت له حاسه انت النهارده مش مظبط. قال لها واحنا بقى كمان اتقلنا مش بقول لك ايه خش نام والله انا مش عارف. المهم طلع البلكونه قعد في البلكونه احرق فيها يا جماعه في سجاير وده قاعد والألفت كل شويه. المهم قال لها والله عليا وما تكلمش خالص. فقالت له ايه؟ قالت له طب انت التاريخ مش هذكرك. ودي كانت فكره غريبه شويه. قالت له طب ما تعمل حاجتين بحيث يبقى متلازمين مع بعض فيضطر العالم كله يقول ايه؟ حساب اوبريشن. يقال ان هو كان هيطلعها بعد الحركه دي. يعني ايه اعمل حاجتين دول؟ يعني هتجص بقالي 20 سنه هو بيشيل سبلين اعمل حاجه ثانيه ازاي؟ امشي يا الفت من هنا. المهم ايه يا جماعه؟ ويوميها خد عربيته وطبعا كلمه مغمور 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 صدى صوت وكلمه الفت مراته اعمل حاجه ثانيه 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 مغمور 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 لحد ما فرح حكى له بقول ده حقيقيه على فكره فعلا برافو عليك يا اسرى عمل حادثه يوميها. وعمل حادثه وخد العربيه وراح للسمكري. السمكري وهو بيلحم العربيه جات له فكره خزعبليه كلمه ثانيه اعمل حاجه ثانيه ثانيه ثانيه. قال الله طب ما ناخد اللحام ده مش الراجل ده عنده كمان دوالي طب ما انا اعمل باللحام ده ايه يا جماعه؟ شفتوا الفكره جت من السمكري بتاع اللحام جت كده يا جماعه عم داخل وقال طب ما انا اعمل حاجه اسمها اسوفجيه ايه يا جماعه؟ دي فاسكولاريزيشن اللي هي اصلا ايه؟ تحس ان ملهاش يعني بالمره مش عندك دوالي يلا نروح اسوفجيه دي فاسكولاريزيشن. وقام طلع في مؤتمر صحفي على نفس القهوه اللي كان بيشرب فيها حجر ايه يا جماعه؟ وقام ماسك كده وقال لهم بصوا يا جماعه النهارده انا اكتشفت عمليه خطير جدا البورتال هايبرتنشن. لقى نفسه فعلا ماسك اللي ماسك كده وقام ماسك ايه يا جماعه المايك وقام قايل ايه يا جماعه؟ علاج رهيب للعلاج ايه هي حساب اوبريشن. وكان في كل طبعا بقى اللي ايه يا جماعه الميديا العالميه قال لهم سبلينكتومي مع دي فاسكولاريزيشن عشان يبقوا حاجتين يضطروا يقولوا ايه؟ كانت مراته قلت قاعده كده مغمز لها كده فيها غمزاله كده وبعدين عمال يعمل اسوفجيال دي فاسكولاريزيشن عشان كده حساب تحس ان هو عمل كده والله ده حساب عمليه ماينور ولا ميجور؟ دي ماينور كده انت عارف ايه؟ خدتوا الاسبلينكتومي في جراحه؟ خدتوه ولا ما خدتوش؟ اسبلينكتومي ده ايه؟ ده عمليه افتح يا عم من هنا حتى كانوا زمان بيفتحوا من هنا دلوقتي بيفتح من هنا بيعمل ايه؟ افتح يا معلم وتقوم شايل الاسبلين تلاقي اتزفلط في ايدك كده الاسبلينكت لا دي فاسكولاريزيشن اللي هو بيجي يكوي الدوالي يقفل الدوالي بس كده حاجه كده اللي هو لو اي حد فيكم حتى حب يعملها بيروح يعملها مفيش باتنين تلاته جنيه السوجيال دي فاسكولاريزيشن بس هو تحس ان هو قالها ليه؟ عشان يبقى حساب اوبريشن لانه فعلا لو ما كانش قالها كان هيتقال اسبلينكت ولا حد كان هيذكره وبينه وبينكم ما حدش ولا بيعمل السوجيال دي فاسكولاريزيشن بتاعه هو شيل الاسبلين وخلاص. المهم يعني هذا هو الحساب. لو كان العيان بقى الحقير بينزف قدامك يبقى المهم الاول البروفلاكتيك ثلاثه برايمري وثلاثه ايه؟ سكندري وما قلتش منهم راحت. الثلاثه البرايمري البندلايزيشن بس قلت يا فعلا. رقم واحد ايه يا جماعه؟ هو احنا استفدنا حكايه الحساب لما نقول بقى هنكتب ايه؟
ايوه لو اسيمبتوماتيك نسيبه ادويه بندلايكيشن لو كان مش عارف سكندري 1 و2 2 و3 هنا زائد العمليه دي وطبعا تبس عارفين التبس التبس اللي هي ايه ترانسجلر انترا هيباتيك بورتو سيستميك اوبريشن عارفينها تدخل من الجاجلر تلاقي نفسك لحد الهيباتيك فين فمركب دعامه ما بين الهيباتيك فين والبورتال فين ميزتها ان هي بتبقى اندر اي سيداتيف يعني مش عايزه واحد بقى ولا تخدير ولا بتاع هو بس مهدئ كده وشغل اساتير يعني بس السؤال بقى واللي يهمني انا في البطنه مش الكلام ده يهمني في البطنه طب لو هو بينزف قدامك بماذا تعالجه تعمل كام حاجه ست حاجات اول واحده يا دكتور ممكن تسيبه حطه كده كده شوف الصوره بص بقى شكرا بص يا دكتور هنبدا ايه بقى يقول لك لو كان بينزف لو بينزف ست حاجات عايز اعرف تبس ايه التبس اللي هي ترانس جاجولار انترا هيباتيك بروتوسيميك ستنت دعامه اللي هو بتدخل بقسطره من الجاجولار انت واخد بالك تلاقي نفسك ماشي فين في القلب تلاقي نفسك خرجت فين في الفينوفينكيف من الفينوفينكيف تلاقي نفسك فين في الهيباتيك فين ادخل ووقف على كده على يمين طب عايز توصل على البورتال فين اركن على جنب طب عايز توصل للبورتال فين يقوموا جايبين دعامه صغيره بقسطره يقوموا موصلينها ما بين الهيباتيك فين وايه والبورتال فين واصله دعامه ما بين الاثنين يعني بس هي دي الفكره بتاعتي بس ميزتها ان هي يا جماعه وحلو على فكره مش قوي بس يعني ما تقفلوا الباب كده مقفول والله انا مبسوط انا عايز مش رايح اشوفهم هروح ادخلهم ماشي بص يا جماعه البورتال هايبرتنشن ست حاجات ايه هما ست حاجات بقى واحد ايه اول كلمه واحد بيجي ريسستيشن دي اول حاجه قبل ما تعمل اي حاجه ولا اعرف مكان النزيف وخاف الكلام ده في الجراحه انا مش بيموت قدامي وبينزف وحنفيه الدم وانفتح وانا لسه قاعد اقول استنى ما اعرف انت ايه لا ادي في الاول ايه يا جماعه اللي هو الدم بقى وانتي شوك ميجرز وفيتامين كي والحاجات اللي هو الكلام حمادة بجنزبيل ده وتاني حاجه نبدا بقى بهدوء ان منظر العيان اندوسكوب عشان حاجتين ضرب حجري يعني دايجنوستيك لان مش اي واحد كبد بينزف عنده دوري مريء على فكره هو عيان الكبد اصلا بينزف ممكن عنده بيرتك السر على فكره انتوا واخدين بالكم يا جماعه فبرضو اعمل اندوسكوب والاندوسكوب كمان هتساعدني فين في العلاج اصلا بعد كده رقم ثلاثة انا بقولها رقم ثلاثة دي لان حتى ايفن قبل ما بتعرف هو عنده اوسوجير بيرسز ولا لا ما دام انت شاكك عيان كبد من هيستوري من قرايبه اللي جايين من الحاجات دي كلها وانت شاكك على طول الممرضه من غير ما تقول لك حتستوم على اللي قالوا ايه يا جماعه اللي هو فازوبريسين معايا فازوبريسين اللي هو سوماتوستاتين اللي هو اللي فعلا بقى بنتعلقه اللي هو اسمه ايه يا جماعه جبنا سيرته قبل كده على فكره اسمه اوكتريوتويد في الاندوكراين فهو الفازوبريسين معايا ولا مش معايا الفازوبريسين ده بيعمل ايه يا جماعه الفازوبريسين ده ايه اوكتريوتويد ده فازوبريسين يعني احسن منه شويه بس نفس المجموعه فانت تحفظه فازوبريسين وخلاص او سوماتوستاتين خد بالك بقى الاوكتريوتويد ده والفازوبريسين ده بيضرب ده برضو بيضرب حجرين بعصفور واحد عارفين يا جماعه بيعمل ايه اولا بادئ زبط بيعمل فازو بس ركزوا معايا في الحته دي يعمل فازو كونستريكشن لمعظم الارتريولز في جسم الانسان طبعا الكلمه دي لما حد يسمعها لو طالب عادي لا والله تعمل فازو كونستريكشن للارتريولز اولا ايه علاقته بالفين بالبورتال هايبرتنشن اقول لك ما هو بيقلل الدم اللي رايح للجي اي تي سبلانكينج بالذات الارتريولز اللي ما سبلانكينج فلما قلل الدم اللي راح هنا يبقى بيقلل الدم اللي خارج منها من الانتستين على البورتال فين فيقلل الضغط شويه لكن لا بيعمل حاجه تانية رهيبه ايه هي بقى اول ما هرسم الرسمه انتوا تفهمونش ده ايه مين القلب كل حاجه بقى ده تذكر الموضوع ده ده ايه ده البورتال ترايات لا هو البورتال ترايات اهو يا جماعه نرسم رسمه كامله اهو انا خدته من هنا كبرته بس والبورتال ترايات ده كان فيه كام حاجه ترايات بورتال هنا وبورتال فرع من البورتال فين فرع من الهيباتيك كارسينوم فرع من البايلوت مش قلنا يا جماعه سبب البورتال هايبرتنشن في الليفر سيروزس ان في فيستلا فاتحه ما بين ده وده صح طب ما انا لما اقلل ده اقفل ده فالدم اللي هينتقل من الهيباتيك كارسينوم للبورتال فين هيقل عشان كده يشارك في علاج الايه الليفر سيروزس بس عيبه بقى الحلو ما يكملش لان عيبه ايه ان هو هيعمل فازو كونستريكشن في الهيباتيك ارتريول وهيعمل فازو كونستريكشن في السبلانكينيك لكن عيبه انه بيعمل فازو كونستريكشن في كل جسم لاي سموس مصر عشان كده تلاقي العيان بدا يدخل فيه يا جماعه فرق
تلاقي العيان ضغطه لو عنده الضغط ممكن ضغطه يعلى ويموت بسبب الهايبرتنشن. تلاقي العيان لو كان عنده اسكيميك هارت ديزيز مره واحده الممرضه بتعلق له الفازوبريسين على طول تخبطه 200 يونت على طول كده في ايه يا جماعه في 200 مللي جلوكوز 5% وتقوم معلقها له محلول. تلاقي العيان بدا ايه يا جماعه بدا العيان سلام بدا العيان ايه يا جماعه لا والله كويس بس انت فين دقنك انت فين دقنك على ثاني لا والله كان عندك دقن ورا مفيش اراده الاراده اهو. فبصوا بقى يا جماعه يلاقي ال بدا العيان من اسكيميك هارت ديزيز اللي عنده بدا صدره يوجعه مره واحده الممرضه بتعلق له المحلول ده اه صدري. لو عيان ما عندوش خبره او الدكتور ما عندوش خبره قال له ايه بمد يا بطل يقوم هزه ايه بمد يا بطل ده من اندسكوب وجع من الاندسكوب او بالحاجات اللي هي هنقولها بقيه التريتمنت ويطلع. ما هو بالفعل بيحصل كده فعلا ومش واخد باله ان ممكن يبقى السبب ده ايه يا جماعه انجنا ويدخل في ام اي ويموت وكل مصر فاكره انه مات بسبب جوالي المريء اتاري ميت بسبب الاسكيميك هارت ديزيز. عشان كده يقول لك ايه بقى لا اسمع الكلمه دي بيقول لك من عدم الحكمه انك تدي هذا الفازوبريسين الحقير اكتر من يوم. يوم هتعلق المحاليل ده هتستخدمه الممرضه كل شويه تعلق المحاليل بس يوم اكتر بكتير قوي يعني وده برده مش مستحب يومين بس هو يوم هو المفروض تعلقه شويه وبعد كده خلاص ايه يا جماعه لحد ما نبدا بقى نشوف العلاج الامثل هيبقى عامل ازاي لان ده مش علاج امثل بس حاجه كده لو شاكين مجرد انك شاكك اخبطوا محلول فازوبريسين. لكن خد بالك بقى طبعا لو واحده حامل ممنوع لان واحده حامل طبعا هيحصل ابورشن على طول لانه بيزود الكونتراكشن فين معيس نص مصل بقى يدخل ده عشان بيعمل فازوكونستريكشن لكل حاجه فعمل فازوكونستريكشن في الكورونري فانا بعمل في كورونا حصل اسكيميك هارت ديزيز والضغط لانه عمل فازوكونستريكشن في الارتريوس. وطيب رابع خطوه ايه بقى هي دي الخطوه الاساسيه تعمل مش انت عملت اندوسكوب ادخل بقى يا اما انجكشن سكليروسرابي معايا يا اما بندي ايه يا جماعه بند لايجيشن وخدتوا الكلام ده في الجراحه بس في مشكله تانيه. وعلى فكره دي اول حاجه المفروض تعملها في العيان على طول واحد عنده اسوفجال فيرسز بعد الانتي شوك ميجرز واديته دم على طول اول حاجه ايه يا جماعه هسالكم سؤال ام اس كيو بعد ما اخلص ست حاجات دول انجكشن سكليروسرابي او ايه بند لايجيشن خدته في الجراحه الكلام ده. لكن معظم اهوي مصر للاسف الاسيف مش مؤهله ان هي تتعامل مع اسوفجال فيرسز لان ما فيهاش اندسكوب صح تعمل ايه معظم اهوي مصر ما فيهاش اندسكوب. وعلى فكره وارد جدا تبعت على القهوه ما قص خد بالك العيان مش هيجي له اسوفجال فيرسز في المستشفى اصل في ناس فاكره كده العيان بيقوم داخل المستشفى يلا انا وافق يلا ما يجيلي فيرس هو العيان جات له على القهوه. فلما جاله على القهوه ومعظم قهوه مصر اي دكتور محترم المفروض في شنطته يبقى فيه شنطه يبقى فيه طبعا قطعه القهوه شنطه كده فيها اللي الطبي لا مش الاندوسكوب لا فيها اللي الطبي فيها العده جهاز ضغط سماعه مش عارف ايه الكلام ده سماعه بلوتوث وفيها كمان سانجستيكن بلاك موتيو المعسل ماشي الحاجات دي معسل طبي اللي فيها ايه يا جماعه السانجستيكن تيوب سانجستيكن تيوب عارفها عارفينها شفتوها في ولا شفتوهاش انبوبه عامله كده بالظبط بس يا اسم ده اللي بص على الانبوبه اهي انبوبه رفيعه جدا عايز انبوبه كده رفيعه ما انا عشان تبين بقى مش عاملها عايز رفيعه يعني عشان رفيعه فيها هنا كده ايه ثلاث قنوات الله انبوبه هنا بقى كده كده ايوه من فوق اه بالظبط ما شفتها اهو انبوبه وانبوبه وانبوبه رسمه جامده تبقى كده وكل واحده ايه فيها لون بتاع في درجات المهم يعني ايه يا جماعه ثلاث انابيب انبوبه منهم سلكه انبوبه سلكه اللي هي رايد اللي بتاكل عيان منها ده طبعا عارفين في الجراحه خدته منهم داخلين انبوبه على طول منين شيلوا تعاد على القهوه من الخيل تقوم جايه من النوز تك 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 تقوم مدخله لان انت لو دخلتها من بق العيان بقى ايه يا جماعه عنده اسبيريشن اصلا ويقوم شايلها لك ويقوم فجاه ويرجع هتلاقي العمليه ايه يا جماعه هو انت دخلها له غصب عنه يا جماعه من خيل او من عينيه حتى المهم تدخل ايه من عينيه فهم دخلها له هتلاقي نفسك فين بقى لما تدخل تلاقي نفسك هنا هنا اللي هو ايه الاسوفجس تقوم برده منزلها 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 لحد ما تلاقي هنا في ايه بقى يا جماعه شفت اللفه دي جامده تقوم سيادتك بتنزل انبوبه طبعا في درجات عليها علامات تنزلها لحد ما توصل للسمك كده وقفت تقوم تنفخ هو في نسيت اقول لكم في بلوق في انبوبه رايل اللي هي واخده الاكل دي ما لهاش بيها دي اللي هينزل اكل المعده خلاص يعني انت ممكن تسيبها له ايه تسيب له سانجزيك جوبي وبعدين في انبوبتين تانيين اهو انبوبه فيها انواع البلالين دي
كنت صغيرين كنت عارفين انواع بقى في التوكيل مدوره وفي طويل في اللي عامله كده في الطويله دي لا لو لو كده دي مش عارف في المدوره وفي اللي يا جماعه عامله زي التعبان اللي هي بتبقى ايه طويله شو بتتشكل يقول لك الانبوبه الطويله دي بيسموها في الاسوفجيال تيوب انبوبه هنا كده بالونه طويله واخده طول كل اللي يا جماعه سانجستيكن تيوب طبعا هي مش منفوخه كل ده مش منفوخه جايه الانبوبه بتيجي مش منفوخه وفي كمان بقى الجاستريك تيوب نهايتها بالونه صغيره بس مدوره سيادتك بتعمل ايه بقى عشان تتخيل المنظر بالظبط انت بتدخل السانجستيكن تيوب حلو الكلام اول ما بتوصل في المعده لو انت ذكي تنفخ انهي تنفخ انهي بالونه الاول مدوره ليه بتنفخ المدوره ليه ليه هدفين تنفخ البالونه هنا هدف سطح اللي انت قلتوه فولف تفاجئ تنفخ البالونه في المعده عشان تثبت السانجستيكن تيوب العيان لو اتشقلب عشان تمنع الدم مش هيعرف بس ده الهدف الفرعي اللي هو انت ثبت مين يا معلم انت بتعمل ليه بتنفخ المدوره لان اول ما بتنفخ المدوره بتنفخها جامد تقوم تضغط على كل البلاد فيسل اللي هنا تقوم لو في نزيف يوقف النزيف طب وبعد بقى ما نفخت البالونه مدوره وثبتت المسائل تقوم تنفخ ايه بقى لا تقوم ما تنفخش حاجه اول ما تنفخش حاجه زمان دكاتره الاغبياء كان زمان يقول لك ايه يقوم نفخ المدوره الاول وبعد ما نفخ المدوره يقوم نفخ طويله طب هو ليه كان بينفخ طويله اصلا ليه البالونه الطويله كان بينفخها عشان لو في اي نزيف في الاسوفجاس ضغط عليه وقف بس لما جم يفكروا وتشغل مخه شويه قال هو انا هنفخها ليه قال عشان يوقف اي نزيف بيجي في الاسوفجاس طب ما هو الدم اللي طالع من الاسوفجاس ده في الاساس جاي من تحت انا بمجرد ما اقفل هنا انا اقتنعت ان الدم يوصل فوق انا ليه اعرض العيان لاسكيميا والسريشن وانفكشن ليه وليه اقوم قافل له ديسفيجيا وممكن الاسوفجاس يتنقل بستين نيله عشان كده يا جماعه الدكتور بقى الخبره دايما يقول لك انفخ ايه انفخ المدوره بس وما تنفخش الطويله بس لو جامد لكن لو هو بقى اللي عايز يمشي زي ما الكتاب يقول بالظبط وانه زي ما اتعلم من ايام الفراعنه هو انا بنفخ دي وبعدين انفخ الطويل اصل خد بالك نفخ الطويله ممكن يدخله في اسكيميا بعد كده وخصوصا لو نفخت اللي تحت بس بتجيب النتيجه اللي انا عايزها المهم دي بتتعمل على ايه بقى دي حلوه ليه دي حلوه في القهوه مش في المستشفى يعني على القهوه انت قاعد على القهوه مفيش اندوسكوب طبعا استنى لحد يكون مات لا على طول بتقوم مطلع من الشنطه زي ما قلت يا سهير بتقوم مطلع ايه يا جماعه السانجستيكن تيوب بتاعتك جنب اللي كده لما دخلها طق طق وعملها وطق بسرعه جدا وتقوم راكبها لحد ما يروح المستشفى يبقوا عملوا له اندوسكوب بقى في الاخر خالص ممكن بعد ما يستقر شويه تعمل العمليات اللي احنا قلناها اللي هو بقى سواء تبس سواء العمليات اللي احنا قلناها الكلام ده كله السؤال الام سي كيو اول اوف ذا فولوينج اول اوف ذا فولوينج بتعمله ديورنج الاتاك اكسبت يعني كل الحاجات اللي انا بقولها دي تعملها ديورنج الاتاك اكسبت حاجه واحده ما بتتعملش اثناء الاتاك واحد انتي شوك ميجرز طيب اول واحده اول حاجه بتتعمل ايه بعد الانتي شوك ميجرز نيكست ستيب بعد الانتي شوك باند ريجيشن ساعات يجيب لك في الاختيارات ايه بقى السؤال بقى اللي بيلخبط اقول لك ايه يجي يقول لك واحد عيان كبس حلو الكلام اسمعوا بقى السؤال ده وعنده نزيف حلو الكلام راح المستشفى عملوا له انتي شوك ميجرز ودوه دم علقوا له فازوبريسين الكلام اللي هو الفرغ الروتيني ده ثم ذا نيكست ستيب اس اسمع بقى يقوم جايب لك في الاختيارات اول اختيار تخليه انجكشن اندوسكوبيك انجكشن اسكيو سابش الطالب المتسرع طبعا هيختار الاجابه دي مش واخد باله ان اللي بعديها على طول اندوسكوبيك ايه بقى باندلايجيشن هما الاثنين صح بس في الام اس كيو انت بتختار الادق مين احسن حاجه تعملها الباندلايجيشن خدته طبعا باندلايجيشن فيو كومبليكيشن شورت هوسبيتاليزيشن يعني باندلايجيشن بيبقى احسن شويه من ايه يا جماعه من الانجكشن اسكيو ثيرابي صح ولا غلط طيب السؤال الثاني ام اس كيو اول اوف ذا فولون ممكن نعملهم في البروفلاكتيك اسوفجيال فيرسس اكسبت اسمعوا بقى السؤال ده يا جماعه سؤال جامد اول اوف ذا فولون يتعمل في البروفلاكتيك اسوفجيال فيرسس اكسبت السؤال الاول نيكست ستيب ايه باندلايجيشن بعد ما بيجي ينزف انت هتشوف طبعا بعد الاند شوك ميجرز باندلايجيشن بالاندوسكوب باندلايجيشن اصلا بالاندوسكوب بصوا بقى يا جماعه ما انت فاكر الباندلايجيشن على حزام ايه لا ماشي اوكي يعني ثيرابيوتيك ثيرابيوتيك والاندوسكوب بعد طبعا الاند شوك ميجرز اول حاجه طبعا لان انا مش عارف اصلا انا عندي اسوفجيال فيرسس بصوا بقى يا جماعه السؤال اول اوف ذا فولو all of the following ينفعوا في البروفلاكتيك اكسبت واحد اول ما تيجي الاجابه الصح سوماتوستاتين ايوه هي دي سوماتوستاتين في الثيرابيوتيك انما مش في البروفلاكتيك في ناس كانوا مستنيين الاجابه الثانيه ما
معنى كده انهم مش عارفين ان الصوماتوستاتين ما ينفعش اديه في البروفلكت. هتقولي حاجه بقى انت مش مذاكره غير الموضوع ده. لا لسه بقى اول اوف ذا فولوينج ينفع نديه في البروفلكتيك اكسبت اكسبت ايه الصوماتوستاتين. اذا الصوماتوستاتين يستخدم في الاكيوت بس وليس البروفلكتيك. ليه بقى ملوش لازمه نديه ليه؟ هو ما ينفعش في البروفلكتيك. انما نديه في ثيرابيوتيك ماشي يساعد شويه انما برده مش هيساعد قوي يعني. طيب ندخل بعد كده يا جماعه في الابر جي اي تي بليدنج. قولوا بقى الابر جي اي تي بليدنج اللي هم ايه ده كلام يا جماعه جراحه. قولوا بقى ايه الاسباب اللي بتعمل ابر جي اي تي بليدنج؟ ابر ولا لور؟ من اول فين؟ من فوق لحد الدودنم. من تحت الدودنم كله لور جي اي تي بليدنج. بصوا بقى يا جماعه وركزوا معايا. البرزنتيشن بتاع الابر جي اي تي بليدنج برزنتيشن هيماتيمسيس ميلينا اوكالت بلاد في الاسطول. نبدا بالهيماتيمسيس ولا بالميلينا ولا بالاوكالت بلاد في الاسطول؟ بالهيماتيمسيس. ما هي اسباب الهيماتيمسيس؟ طبعا اسباب الهيماتيمسيس لو طالب في سته طب قاعد في الحياه مش عارف اسباب الهيماتيمسيس يبقى احنا بنهرج. يبقى بيهرج فعلا. لان اسباب الهيماتيمسيس اولا في اربع اسباب جنرال سيستميك يعني بيتخبطوا مع اي نزيف فانا مش عارف. اي نزيف في الدنيا في اربعه اتعودتوا ده من سنه اولى طب. اي نزيف يا اولاد في اربعه سيستميك يخلوا عندك فرصه انك تنزف سهله. ومن نطف الاقدار بينا ان الاربعه سيستميك هم حرف الاتش اللي هم بقى هايبر تنشن هيموراجيك بلاد ديزيز اللي هم بقى بيربرا هيموفيليا كلام فارغ بقى مش عارف هيموراجيك فيفر اي حاجه مش عارف واحد واخد هيبرين تعمل سيوله في الدم. فدول اربعه سيستميك تخبطهم في اي حاجه سيبك منهم. انما هنا طبعا ابر جي اي تي بليدنج يبقى يا اما في الاسوفجس هيماتيمسيس يا اما فين في الجاستروتودنا اسوفجس. يلا حد يستند اب اربع حاجات عشان نمشيهم اربعه اربعه اربعه. اربع حاجات يحصلوا في الاسوفجس يعملوا هيماتيمسيس كانسر اسوفجس اسوفجايتس. في حاجه اسمها مالوري فيستير. دول كانوا اتنين فين البرادعي اتنين سويسريين ودول كانوا فعلا من سويسرا خمرجيه. ايوه ما هم قالوا ايه بقى هم الاثنين الخمرجيه دول لاحظوا ايه؟ مره قاعدين في ساعه صفا وقاعدين بيشربوا بعدين لاحظوا ان كلهم الفوميتنج بتاع الخمرجي غير الفوميتنج بتاع الانسان الطبيعي. الفوميتنج بتاع الخمرجي يمتاز بانه ايه عنيفا. بيبقى فوميتنج الخمرجيه بيبقى قوي فعلا يعني لو في قاعده وخمرجي ده مصيبه لان ممكن الفوميتنج بتاعه يجيب اخر القاع يعني بيبقى قوي جدا لانه بيجيبه بقى من النغشيش يعني اللي هو حاجه ايه يا جماعه اللي هو مع الاندفاع الجامد ده ممكن يعمل تير تعويره في الاسوفجس يوم يجيب تلاقي ممكن يبقى هيماتيمسيس. هم قالوا كده على فكره مالوري وفيس قالوا كده قالوا انه في الخمرجيه ممكن تعمل هيماتيمسيس بسبب الفوميتنج العنيف ده. اما ماتوا حفاظا عليهم في تربتهم ما يصحش نم ميتين دلوقتي وبين يدي الله فحرمنا نقول هم ماتوا قالوا خمرجيه ومش خمرجيه فغيروها حفاظا خلوها ايه بقى اي فوميتنج عنيف. حتى هم كاتبين الكلمه دي اي فوميت وعملوا وش بيغمس كده لان معروف ان الفوميتنج العنيف هو بتاع الكحول بس عشان ايه برضو حفاظا عليهم في تربتهم. فقال لك اي فوميتنج عنيف وش بيغمس كل الناس فاهمه العنيف ده بيجي امتى. قال لك ممكن ده اسمه مالوري بس يؤدي الى هيماتيمسيس اسمه مالوري فيستير. مالوري فيستير المهم يعني جاستر دولومان. يلا بقى حد يقول اربع مصايب في طبعا بيبتيك ألسر لازم تبدا بيها. بيبتيك ألسر وايه كمان جاسترايتس دودنال ألسر صح كانسر استومك. بس اهم اسمعوا بقى ساعات في اسئله شفوي وقحه وفي ساعات في الحاله اكثر وقحه يجي يقول لك ايه اهم السببين ما يقولكش ان يمريت كوزس وفي ماتيمسيس لان ده كل الناس هيجاوب. انا تخبط الاربعه سيستميك على اربعه في الاسوفجس على اربعه في المعده خلاص العمليه ايه يا جماعه. انما يجي يقول لك ايه يفضحك ذا موست كومن تو كوزس ايه اهم السببين الاسوفجال فيرسس والكانسر ساعات يبقى اكثر وقاحه مش هيسيبك برضه. قال لك طب ذا موست كومن ايه بقى فور كوزس ايه اهم اربع اسباب من كل اللي احنا طبعا على فكره ما واخد بيت كده في ناس بتفكر اللي احنا قلناه من شويه اكتر اثنين السوجال فيرسس والكانسر اكثر يبقى منطقي ان هم اكتر اربعه اول اثنين هم دول ومع ذلك في ناس بيفكروا نبدا منين. واحد ايه يا جماعه السوجال فيرسس والكانسر اكثر وبعدين في اثنين كمان بقى اللي هم ايه جاسترايتس وايه كمان جاسترايتس طبعا ده احنا في مصر يعني اسبريناتك يا معلم وطول النهار الناس ايه يا جماعه قعدت بربع في نون سترويد وايه كمان لا ما هو احنا قلنا بقى بيبتيك ألسر مش هنضيع ما هو اما اقول بيبتيك ألسر انا اقصد سيفجايتس ايه سيفجايتس عشان الجيرد الجيرد في نون مغزى لا انا مغزى نعم اللي اتويه يا جماعه اورال انتي او مش اور انتي كوجلانس طورت هيبرين والله طورت هيبرين طب هيبرين واي انت كويس ماشي دول كده الاربعه. يبقى ساعات في الامتحان يجي يقول لك اهم اربع اسباب هما دول واضح. سؤال بقى سؤال لو جاب لك حاله او قال لك ابروتش الابروتش بتاع يسرى
اخويا الابروتش بتاع واحد عنده اسمع الحته دي لانها معقده عندكم ابر جي اي تي بليدنج الابروتش بتاع الابر جي اي تي بليدنج ايه بقى ابروتش يعني ابروتش كل اللي اول هيستوري لحد عامل مع الزر واحد عنده هيماتمس عنده ابر جي اي تي بليدنج اجيب من اخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه نلف وندور في دايره مفرغه ما تذكروش من هنا لان هنا مكتوبه اللي هو يعني كما ينبغي طب عايزك تتصرف وتكتب برضه كما ينبغي بصوا يا جماعه الكلمه دي مفيده قوي لما يجي يقول لك تكلم عن الهيماتيمسيس او الابروتش او حاله مثلا بيقول لك تتعامل او تمنج حاله زي دي ازاي او انفستيجيشنز ازاي او تشخصها زي كده الابر جي اي تي بليدنج اي حاجه في جي اي تي بليدنج مش لازم تتكلم عن تكتب كلمه سيس عارف شباب سيس شباب سيس جت منين اصلا ومن هنا اللي هو الشباب ايه يا جماعه اللي ما بتذكرش بقى الحاجه دي يبقى شباب ولما يجي ابر جي اي تي بليدنج يقوم كاتب سي اي اس فسموهم الشباب السيس انا اعتقد الكلمه جت من هنا سيس اللي هو ايه لما يجي يقول لك تكلم عن عشان كده في طلبه ايه يرجع ذاكر هيماتيمسيس تعمل ايه دلوقتي بذاكر ميلينا تعمل ايه دلوقتي بذاكر ابر جي اي تي بليدنج بعدين اللور جي اي تي بليدنج وعلى فكره عقليات الجراحه كده لايك يو بيطعم بيبقى قليل ممكن تلاقيك في الابر جي اي تي بليدنج قاعد عايش كده في الموضوع ومش واخد بالك ان انت بتتكلم عن سيس سيس دي بقى اللي هي ايه بقى سي اي اس اكتب بس كابيتال كده سي اي اس بخط كبير يا رشدي السي اللي هي ايه الكوز طبعا لما يجي يقول لك كوز يعني مثلا بتقول لي ايه الابروتش بتاع الهيماتيمسيس مثلا هقوم قايل الكوزز بس هنا في الكوز اهم سببين ايه اللي هتكلم عنهم هيبقى العيان ده يا اما اوسوفجيال فارسز يا بيبتيك السر اوسوفجيال فارسز اتكلمنا عنه النهارده البيبتيك السر هنتكلم عنه في يوم ما في الجي اي تي معايا ولا مش معايا طب الاي اللي هي ايه قولوا بقى الاي واحد عنده اوسوفجيال فارسز ومن مده وبيعمل يبقى ايرد ديفيشنس عليه ممكن يبقى عنده اعراض الاير خصوصا في الجماعه اللي هم ايه بقى اوكل تبلط في الاستول طب الاس اللي هي ايه الاكيوت اتاك لو العمليه مثلا جامده شويه هايبو فوليميك شوك شوك يبقى اذا لما انت تيجي تقول لي اسمع بقى يا جماعه عشان بتوع الجراحه مش كده لما تيجي تقول لي كلينيكال بيكتشر اوف واحد عنده هيماتيمسيس او الابروتش او دايجنوزس هيبقى ايه يا جماعه انا هذاكر حاجه جديده لا انما هقول ايه بقى كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز اوسوفجيال فارسز اللي هو عنده ايه يا جماعه الكلام اللي انتوا عارفينه هيستوري والبورتال هايبرتنشن وعنده بالهرزيزس والبورتال هايبرتنشن اللي انتوا عارفينها وكمان كلينيكال بيكتشر اوف بيبتيك السر اكزامبل مثلا مش عارف بيبتيك ايه وبيزيد بيه على الاكل ولا من قبل الكلام ده كله وتيجي بعد كده هيبقى عنده كمان انيميا تمتاز طبعا اير ديفيشنس انيميا وهيبقى عنده ممكن العمليه سيفير شويه داخل في حاله شوك اما تيجي تقول انفستيجيشنز الانفستيجيشنز ايه انفستيجيشن فور ذا كوز اللي هي ايه يا جماعه فور اوسوفجيال فارسز اللي هم ست حاجات اللي احنا قلناهم اللي هو لما تيجي تكتبهم الكلام بقى بسرعه مش هتفضل بقى تكتب فري اند هيباتيك ويدجت والكلام ده خش على طول على الكلام المهم اللي هو اندسكوب مثلا هتصور البورتال فين ان شاء الله الكاميرا في الموبايل دول اهم اثنين على فكره الليفر فانكشن تيست ممكن تبقى امبيرد في حاجات معينه يعني وتيجي برضو انفستيجيشنز اوف ايه بيبتيك السر اللي هي كلمه واحده على فكره اندسكوب واضح ولا مش واضح وفي بقى كمان حاجات هيلكو اكتر بس هي الكلمه اللي تهمني انا عشان اتعمق قوي يعني وبعدين هنعمل سي بي سي ممكن نلاقي في مايكروسيتك يعني خلص الموضوع تعالج ازاي تعالج واحد عنده هيماتيمس ازاي تريتمنت اوف ذا كوز اللي هو علاج البيبت الاوسوفجيال فيرسز اللي احنا قلناه من شويه ولو كان بيبتيك السر بتدي شويه فرونتاك على شويه اندوسكوب او اندوسكوب فهو اذا يختزل هذا الموضوع في كلمه ايه يا جماعه سيس بس كده كل بقى الكلام اللي عندك ده كله بجنزبيل سيبك منه طيب ادخل بعد كده بصوا يا جماعه لو انت عندك الميلينا بقى قولوا يا جماعه اسباب الميلينا ايه مين هو الطالب الاحمر يرجع في ناس كده يا جماعه انت خدت الموضوع في الجراحه احمد انت يا اسره ذاكرت الميلينا ولا لا اسباب الميلينا اصل في طالب يعمل ايه ذاكر ان ما تمسس تاني يوم تلاقيه بيذاكر الميلينا ومش واخد باله الميلينا يعني هي الميلينا مش تحت شويه على فكره ميلينا الابر جي اي تي بليدنج يعني لو عندك نزيف اي حته فوق لحد الضهر يعمل ميلينا ولا لا يعمل ما هو شويه دم هينزلوا هيعمل ميلينا هيتضم طيب لو لور جي اي تي بليدنج يعمل ولا لا يعمل ميلينا ولا لا يعمل بس بشرط ما يقولش عدى ال ايوه ترانسفيرس كور الليفت كور ليه بقى؟ لان يا جماعه لو هو من اول هنا نزيف هنا مثلا هينزل بسرعه قبل 6 ساعات مش هتضرب لازم 8 ساعات لازم 6 ل 8 ساعات ليه بقى يا بنتي؟ عشان الدم اللي هنا اصلا لازم يتهضم هو تعريف الميلينا ايه؟ مش يعني بليدنج بالرقطه مش يعني دم في الاستول تعريف الميلينا مش كده ميلينا يعني بلاك طاري ستول دم اتهضم دم مهضوم اكتب كده يا جماعه دم مش مهضوم باللبناني اللي هي حاجه حلوه عارف انت اللي هو ايه كتير مهضوم كتير مهضوم عارف انت اللي مش جديد انما دم مهضوم معايا سافر في اكتوبر بس حتى دي في سورينو اللي بيبقوا ايه يقول لك دم مهضوم فهم مسربين يعني دم مهضوم
كده مش عارف كانوا بيقولوا مهضوم على الدم ولا عليه مش فاهم. المهم بيقول لك ايه بقى على الدم بيبقى هنا مهضوم على الدم اهو كده هناك طاري ستول وضعك ولا مش وضعك. طيب ندخل بعد كده. فعشان كده بقى ان اسباب المينينا هي هي نفس اسباب مين يقول بقى هي هي نفس اسباب ايه بس نزود ايه بقى الحاجات اللي بتحصل في اللي تحت في الجيجنم والاليم وكمان الكولون الليفت بس. عشان كده يقول لك قول لي صح ولا غلط. طبعا اللي بيحصل في الجيجنم والاليم زود اي حاجه بقى كرونز ديزيز. انتوا عارفين الالسراتيف كولايتس والكرونز خدتوه في جراحه؟ لا في حد خده في جراحه؟ مع ان لا بس لا هم في جراحه هم في البطنه برضه. مين اللي كان فيهم ماشي اسال مين اللي كان فيهم ياخد الجهاز الهضمي كله؟ كرونز. حتى يقول لك ايه كرونز كله بالطول وبالعرض. الحمد لله ان احنا خدوا بالكم اتخذوا في الجراحه بقى افتكروا الكلمه دي عشان ما تلخبطوش لان اكيد بتاع الجراحه هيسالكم السؤال ده كرونز ولا الالسف كرونز يجي من تحت في الريكتم ويقف عند الكول ياخد الريكتم ممكن يطلع ايه بيبقى كونتينوس انما الكرونز افتكر الكلمه دي كله بالطول وبالعرض. يعني ايه بالطول وبالعرض؟ يعني من اول الاورا لحد تحت وبالعرض يعني باخد ثلاث طبقات انما الالسف كرونز باخد طبقه واحده بس. طب بالمناسبه سؤال معلومات عامه مين اللي بيبقى الاخوه المدخنين محسوسين كرونز ازاي مين اللي مين المرض اللي بيجي قليل قوي في الاخوه المدخنين عباره عن الكرونز الالسراتيف كولايتس. لا الكرونز هو مرض يعني احصائيات مش حاسس بيها ايه هنا يا جماعه هي بتبقى احصائيات يعني الناس الاخوه المدخنين محميين بسبب من المرض ايه يا جماعه الالسراتيف كولايتس. وحتى يقول لك كده في الام اس كيو السؤال ده شهير قوي الالسراتيف كولايتس وجدوا انهم بيجوا في الاخوان ايه الغير مدخنين انما الكرونز بقى زيه زي اي مرض بيجي في المدخنين بس ادخن بكره عشان ايه الناس بتبتدي تدخن عشان الالسراتيف كولايتس بس هيجي لك بلاوي تانيه بقى بس عمره ما هيجي لك ان شاء الله الالسراتيف كولايتس معايا ولا هيجي لك كرونز بقى ويجي لك التدخين حلو في مرضين انا قلتهم قبل كده ايوه الباركنسونيزم التدخين والقهوه حلوين قوي في المرض ده وفي الالسراتيف كولايتس. المهم بقى يا جماعه ندخل ايه مش بتاع الكرونز ده احنا بنقول بقى مدام في جي تي هي في جي تي حلو الكلام يا جماعه هو امراض اوتو اميون طبعا اللي هي تتحط في الانفلاماتوري باول ديزيز انما خدوا بالكم بقى يا جماعه ونزود كمان في الميلينا الكولون بس انهي كولون قولوا لي بقى صح ولا غلط في الميلينا رايت كولون رايت صح رايت انما الرايت ايه يا جماعه طب بصوا بقى طب اللي هو اللي ايه يا جماعه رايت رايت لا انا لا انا قلت يعني الترانسفيرس والليفت ما يعملوش ميلينا انا قلت كده يبقى صح بس انا بشاور يعني ما انتوا شايفين يعني فالمهم ده يبقى كده يا جماعه. بص انا اقول لك على حاجه مين يعرف يقول انتوا خدتوا طبعا في الجراحه الكلام ده قول يا اسره هو مين اللي بيعمل دايريا ومين اللي بيعمل كونستيبيشن كنت قلت الكلام ده قبل كده كانسر كولون في الاول في الليفت ولا في الرايت في واحد بيعمل كونستيبيشن واحد بيعمل دايريا رايت كونستيبيشن اليمين الكانسر كولون في الرايت افتكر حتى في اليمين أيوه. سكه سالكه ايوه تقول لك دايريه في الرايت انما عارف بقى لو كان في الشمال شد انت الضعف بردعي الشمال سكه مسدوده كونستيبيشن فدايما يقول لك هنبقى ناخد بقى الكلام ده في الجي تي بقى مش بس هو عموما في اليمين افتكر يعني كده ان الرايت كولون بيعمل دايريه الليفت كولون كانسر فيه بيعمل ايه يا جماعه كونستيبيشن خدتوا كانسر كولون اكيد طبعا يسرى عارفه الكلام ده ما انت خدتوا ايه في ام الجراحه دي والله هتخلوني يعني كمان زي المهم بص بقى المهم ايه؟ الله نظبط عليك اللعنه فلتزم الى كحيل عليك اللعنه فالمهم بص بقى يا جماعه تبا لله فالمهم بص بقى يا جماعه ندخل بقى بعد كده هذا هو الموضوع برضه في بقى اللور جوينت بليدنج ده جراحه طبعا بس اسالكم سؤال ما تبصوش في الكتاب عرفتوا مذاكرين جراحه كويس ولا مجروحين والله احنا سمعناها بصوا بقى يا جماعه بتوع الجراحه يا مجروحين مجروحين ذا موست كومن كوز في واحد ادلت اهم سبب واكتر سبب يعمل لور جي اي تي بليدنج اللي هو بليدنج بالركتم بايلز 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 موست كومن بايلز ماشي يعني ايه موست سيريس ما طبيعي خلاص هيبقى اخطر انتوا بتشغلوكم مع ايه انا مش عارف سؤال طبيعي يعني الاهم سبب يا جماعه في واحد كده دايفرتيكلوزس بايلز والبايلز الاثنين دايفرتيكلوزس ايه دي فيروس دي بقى مختصر جراحه والله ليه ايه ده يعني ده بتاع بعد الهجمه اكوارد كونتيتر خلاص خلاص مش ليه يعني ده فده اسمه ايه يا جماعه بليدنج بالريكتم او هيماتوكيزيا ايه هو ده فيروس انا بقول في جي تي بقى يا جماعه في جي تي انا بقول الكلام ده طب في جي تي والله لا في جي تي هو بعد الليفر يعني هو بعد فده كده اللي هو ايه يا جماعه جي اي تي بليدنج
طب على فكره ما تعرفش حاجه في الجراحه خالص. انا كده فكرتش حضرتك قلت لنا اسقطوا جراحه هاتوا امتياز بطنه. ده انتوا هتسالوا اسقطوا بطنه وجراحه. شايف اللمبه دي؟ شايف اللمبه اللي منوره عندك دي؟ هي تطفي. بصوا بقى يا جماعه والله ما تعرفوش ده الفلوزس ولا سمعت عن حاجه اسمها كده. انا عارف ده الفيكتلوم. انا عارف ممكن ده الفيكتلوم اللي بيطلع يبوظ كده. يبوظ المهم ده كده. ندخل في الموضوع الهباتايتس. ناخد عنده مقدمه صغيره عشان بكره نبدا في حصه مهمه على طول. لا الهباتايتس لا عشان بكره الصبح. حاسس الصبح دي مش بيكفي يا اخي. بس على فكره في حاجه يا جماعه. لا الهباتايتس بكره الصبح. انتوا الصبح ده بيبقى مهم جدا على فكره. في الكتاب الجديد الهباتايتس في كتاب جديد. وفي كتاب جديد زي الاكيوت ليفر سيل فيلير. مش الخطوه ضحكت علينا جوه الكتاب القديم يا جماعه. هو الهباتايتس في حاجات زياده كده موجوده في المراجعه. وابعتها لك يا سامي الوقت. مراجعه ايه؟ لا الهباتايتس ابعتها لك دلوقتي. انا بعت لك الاكيوت ليفر سيل فيلير. مراجعه ايه؟ مراجعه يا دكتور. مراجعه يا دكتور. مراجعه ايه؟ في مذكرات المراجعه موجوده. في الكتاب الجديد موجوده بقى من اولها وخلاص. والكتاب نزل اصلا؟ اللي هينزل الاسبوع الجاي. واحنا بنضحك علينا. هو ده يا جماعه. هو بس فرق الموضوع ده بس. بس الهباتايتس. بصوا يا جماعه لا بلاش الهباتايتس النهارده عشان بكره ناخد حاجه كفايه جوندس. لا جوندس الصفرا بتاعها بعد الوقت. جوندس دلوقتي انا ناخد مقدمه. حتى صفرا يا دكتور. بس يا جماعه عشان دي صفرا بكره. عايز افهم يا دكتور جوندس. لا بكمل بس جوندس انا ممكن اقولها دلوقتي استنادا على حاجه. لا الجراحه على البورتال. على البورتال طب في حاجه يا جماعه. في حاجه لا عشان نخلص. لو انتم مش عارفين جونز كويس يبقى معلش حصه بكره الساعه 7 لازم كلكم موجودين لان جونز مهمه فعلا ولازم تفهم كويس وبتيجي سيرتها بعد كده كتير. فمش عايز بقى تيجي سيرتها في البطاطس ام ده رجعني تاني الموضوع. اصلا ما بحبش ايه من انا ما بحبش اخرج بره الموضوع كده لان انا بتشتت تاني. فبكره الصبح انتوا معاد الصبح ده انظام ولا نخليها زي ما احنا؟ زي ما احنا طب دلوقتي يا جماعه خلاص احنا الصبح نخليها نخليها 7 ولا 9؟ لا 9 7 7 7 انا مجرب الساعه 7 المره اللي فاتت. سبعة والله لسه انا جيت الساعه 7 بالظبط ما لقيتش. لا هجيبها طبعا. يا كريم ما تتلغى بكره والله. 7 ما تتلغى بكره. انا مش هاجي 7 طب انت يا جماعه يا كريم يا دكاتره اهو. اغلبيه مين اللي عايز الساعه 7؟ ارفع راسك. ارفع راسك. ازاي؟ لا مش عارف. 7 لا 7 ايه يا جدعان؟ طب اللي عايز 9؟ ها 7 انا شفت لو واحد. طب اللي عايز 2؟ سبعة. لا يا دكتور نصحى بدري. 7 والله. لا ايه يا هو معانا